بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال دائما وكل يوم بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة على قد ما بنقدر، بقى ساعتين ثلاثة زي ما الدنيا بتجيبنا وبتودينا، ولكن علشان نقول لحضراتكم كل أخبار بعثة النادي الأهلي. وزي ما حضراتكم متعودين معانا دايما بأشارك أحد النجوم الكبار في التواجد المتواجدين على شاشة قناة النادي الأهلي التقديم في برنامجكم الأهلي في المونديال. النهاردة ولي الشرف الحقيقة هيكون معايا النجم الكبير كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي النهارده هيقدم برنامج الاهلي في المونديال، وكابتن هاني هنسمع منه حاجات كتيره جدا وحاجات فنيه اكتر النهارده حلوه جدا. ازيك كابتن هاني؟ سلام، اهلا بيك. طبعا زميلي الملاعب سابقا وزميل الاستاد انا لحقتك كده في ثانيه يعني لحقنا بعد. طبعا اهلا بيك، طبعا سعيد ان انا اكون موجود معاك النهارده يا اسلام، وطبعا سعيد ان انا موجود امام جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بنستنى ان شاء الله مباراه مهمة جدا جدا للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله على برونزية كأس العالم للأندية. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا وإنجاز جديد للنادي الأهلي إن شاء الله يتم بكرة. البرونزية الثالثة إن شاء الله تكون في تاريخ النادي الأهلي. كلنا عارفين وكلنا يعني شايفين ظروف النادي الأهلي، لكن زي دايما كلنا بنقول جيل ورا جيل بنقول الأهلي بمن حضر، وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا لمباراة طبيعي، مباراة صعبة إسلام بكرة أكيد طبعا. قدام طبعا. فريق كبير شفناه بيعمل مباراة جيدة جدا أمام بطل أوروبا تشيلسي، فلكنها يعني لقاء عربي نقدر نقول، الأهلي بطل أفريقيا، الهلال بطل آسيا، وبالتالي إن شاء الله منتظرين إن شاء الله تكون مباراة على قد الحدث وقد المسؤولية إن شاء الله. قبل بس الحقيقة ما أتكلم عن المباراة، أنا أهم حاجة عندي أو أنا حاجة عايز أقولها النهاردة طول النهار، انا قاعد النهارده ما نزلتش كتير يا كابتن هاني، فقاعد طول النهار النهارده عمال اقول حاجه واحده بس، الحمد لله على نعمه الاهلي. ما بقولش حاجه تانية، قد ايه ان الواحد بيبقى فخور وسعيد بانتمائه لهذا النادي الكبير حتى لو كنت شهر واحد موجود جوه النادي. فدي بالنسبه لي بتمثل يعني قد ايه الفخر الواحد بيبقى موجود فيه، ان انت تشوف او تفضل قاعد طول النهار النهارده تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله ان احنا بننتمي لهذا النادي الكبير. اخلاق مبادئ، بالفعل هي اخلاق ومبادئ وبتطبق على الجميع، وفي نفس الوقت انت بلعب في كاس العالم. بلعب صحيح. في كاس العالم صحيح. مش بلعب مثلا في، انا بلعب في كاس العالم للانديه وللمره مش فاكر السبعه ولا يعني الواحد يعني الحمد لله الارقام كبيره طبعا بس يعني كبيره، لكن زي ما انت بتقول الواحد دايما فخور ودايما بنقول طبعا الحمد لله على نعمه الاهلي، وكمان طبعًا دايما بقول النادي الاهلي في حته ثانيه ومحدش يزعل، يعني دايما النادي الاهلي في حته ثانيه على جميع المستويات. احنا بنتكلم دلوقتي على كره القدم على الانجازات، لكن طبعا النادي الاهلي اكيد في حته ثانيه خالص خالص، وده مش تقليل من اي نادي ثاني، لكن دي الحقيقه. دي بقول الحقيقة على نفسي، بقول على يعني على مش على نفسي اسلام، على النادي. صحيح. النادي بيقول على انا بحب النادي ده لدرجه ان انا بقول ان النادي ده هو بالنسبه لي فخر ليا ان الواحد يكون عدى حتى من على باب النادي ده. طبيعي طبيعي، كلنا فخورين بالانتماء لهذا النادي الكبير، وزي ما بقول لحضراتكم النهارده ان شاء الله تكون حلقه كده دسمه، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه على حضراتكم، لان احنا كلنا منتظرين ان شاء الله بكره الحدث الكبير. وزي ما بقول رغم الظروف الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي في البطوله، لكن هو ده النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيدينا طموحات عاليه جدا. قبل البطولة إسلام كنا متخوفين شوية مزبوط من المشاركة حتى في البطولة، لكن كنا ما بين حتتين. طبعا زي ما النادي الأهلي معودنا على مر العصور أنه بيضع أولويات بلدنا هي في المقام الأول مزبوط، وثانيا مع عدم التفريط في حقوق النادي، وده اللي النادي الأهلي معودنا عليه. رحنا وكنا متخوفين جدا من البطولة، لكن كالعادة يعني أولاد النادي الأهلي معلوا سقف طموحاتنا، ان احنا خلاص زعلنا، اكيد زعلنا امام طبعا بالميراس واتغلبنا 2-0، لكن كان ليها ظروف خاصه. لكن النادي الاهلي فعلا الشوط الثاني في مباراه بالميراس قال ان هو فعلا فريق كبير وفريق عنده طموحات كبيره، رغم طبعا الغيابات والاصابات واللي كلنا عارفينها، لكن كمان مباراه بكره مباراه صعبه. قبل ما نتكلم عن المباراه خلينا نروح لواحد من الرموز في نادي الهلال السعودي و النجم الكبير طبعا كابتن سعد المبارك. ازي كابتن سعد؟ اهلا كابتن هاني، حياك الله، حييك وحيي طبعا مشاهدين قناه الاهلي، وحيي طبعا معك استاذ الكابتن اسلام. منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي طبعا نجم كبير، وكلنا سعداء بوجودك معانا النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد زي ما بقول وطبعا كابتن اسلام كنا بنتكلم على مباراه بكره، مباراه
ما بين فريقين عربيين، واحد بطل اسيا والاخر بطل افريقيا، وبالتالي مباراه كبيره، مباراه مرتقبه ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه جيده على المستوى الفني تليق باسم الفرقتين. لكن قبل ما نتكلم على مباراه بكره عايز اعرف رايك ايه وتابعت ازاي مباراه تشيلسي في طبعا وهزيمه الهلال 1-0، لكن الهلال ادى بشكل اكثر من رائع. اول شيء طبعا في اجحاف طبعا سواء للهلال والاهلي، احنا عارفين طبعا نظام اكيد طبعا زي تشيلسي وزي اعتقد الفريق برضه البرازيلي مرتاحين. فلما العب قبلهم يمكن 3 ايام مباراه صعبه يمكن ادى فيها الهلال، مباراه برضه صعبه ادى فيها يمكن نجوم الاهلي، واحنا عارفين نادي الاهلي يمكن يفقد اكثر من 7 لاعبين كان مع المنتخب في بطوله الكاميرون في بطوله افريقيا. فاعتقد اجحاف طبعا من الاتحاد الفيفا، ولكن احنا شفنا الهلال قدم مباراه كبيره امام تشيلسي، وبرضه فريق الاهلاوي قدم مباراه كبيره امام الفريق البرازيلي، ومع ذلك يعني خساره كانت غير متوقعه بالنسبه انا بالنسبه لي، يعني كنت حتى ارشح الهلال بواحد، وكنت ارشح حتى فريق الاهلي وانهم يتقابلوا على الفاينل طبعا العالمي. في بعضهم ممكن يقول لا، يعني احنا شايفين في تقدم كبير بالنسبه للكره العربيه والكره الافريقيه والاسيويه، يعني ما في شك نشوف الاهلي من يمكن قمم الفرق العربيه ويمكن الافريقيه، وبرضه الهلال من قمم الفرق السعوديه والاسيويه. اكيد اكيد. اسلام برضو كان ليك سؤال خاص بالمباراه. كابتن سعد الحقيقه برضو واحنا بنتكلم عن المباراه، ان انت تتكلم عن زعيم افريقيا وتتكلم عن زعيم اسيا، اعتقد من المفترض ان احنا هنشوف مباراه على المستوى الفني، مباراه تليق باسم الكبيرين. اكيد مع احترامي طبعا للانديه العربيه بصفه عامه والانديه مثلا الاسيويه والافريقيه، يظل الاهلي والهلال من افضل انديه القاره. احنا شايفين الهلال عنده يمكن 4 بطولات، الاهلي اعتقد عنده ما يذكرني اعتقد اكثر من 10 بطولات. 10 بطولات افريقيه، عندنا 10 افريقيا طبعا. ايوه، ففريقين زي ذولي يمكن يسيطروا، وسمي نادي القرن طبعا نادي الاهلي، سمي نادي القرن بالنسبه للهلال. اكيد مباراه بتكون ممتعه طبعا يوم غد بين الهلال والاهلي، فريقين طبعا كلهم عربيين، كلنا طبعا كلنا يحاول قدر الامكان يكون المركز الثالث من نصيب طبعا، سواء الاهلي او الهلال. اعتقد الاهلي ما عندي الذاكره هل حصل على المركز هذا في فتره سابقه؟ خدنا البرونزيه مرتين قبل كده، ويعني والمفروض ان الاهلي بينظر بكره. أيوة. لهذه الاهلي فالاهلي تحصل عليها مرتين، يعني الهلال يمكن قبل 2 سنين من الان كان في المركز الرابع العالميه، فاعتقد عنده طموح برضه انه يتحصل على المركز الثالث، غير الجائزه اللي يمكن حتى الجائزه اعتقد انها رمزيه بالنسبه للناديين الكبار، ولكن برضه المعنويات الامور الفنيه طبعا كلها تنصب. انا بالنسبه لي يعني الاهلي زي ما تكلمت عنده يمكن 7 لاعبين كان في المنتخب في كاميرون، الان مع عودتهم اعتقد المدرب لابد انه يمكن يزج على الاقل ب4 أو 3 لاعبين في مباراه الغد. الهلال طبعا برضه يميز الهلال عنده محترفين، يعني عنده 7 محترفين اجانب، ولكن العنصر المحلي متواجد وبكثره، احنا شايفين اكثر من عنصر يمثل المنتخب السعودي بالنسبه مع فريق الهلال، واكثر من يمكن في الهلال يمكن اعتقد 10 لاعبين يمثلون المنتخب، والاهلي نفس الرقم. فاعتقد منتخب مصر حيقابل منتخب السعوديه انا بالنسبه لي يوم غد. ايوه صح صح، ده تفكير رائع الحقيقه، ان هي بالفعل يا كابتن هاني منتخب مصر سيلاقي منتخب السعوديه. ده طبعا اكيد. وعلى مستوى البطوله برضه كابتن سعد عايز اعرف رايك في ان يعني حتى بيتسو موتسماني وبعض الاراء الفنيين بتقول شيء من الظلم شويه، ان يمكن بطل افريقيا وبطل اسيا يعني بيلعبوا مباراتين قبل ما يوصلوا الدور النهائي، في حين ان بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه على طول بينضموا لنصف النهائي. انت مع دوت و ممكن جدا يتم تعديل هذا الامر على اساس الفير بلاي، على اساس اعطاء الفرصه للجميع ويكون الفرص متساويه، رايك ايه في الموضوع يا كابتن سعد؟ والله يا كابتن انا عندي يمكن بعض الخلفيه، سالت يمكن قبل يومين قالوا ممكن البطوله تصير كل 4 سنوات، يعني هذا اللي سمعته انا تكون كل 4 سنوات. قلت كيف الاختيار؟ قالوا الاختيار طبعا بطل موسم مثلا موسم حق الموسم هذا 21 موسم 22 و23 و24 يلعبوا في 25 الابطال، يلعبوا كاربع فرق مثلا من البلد هذا واربع فرق من البلد هذا، كل قاره ياخذ منها 4 فرق. فاعتقد ممكن تكون فيها مجازفه، ولكن الانديه الكبيره احنا شايفينها بالذات الانديه الاوروبيه من الصعب انها تتقبل الفكره هذه، لانها تعرف عندها رزنامه من ناحيه انها يكون عندهم جدول، من ناحيه النشاطات
المحلية بالذات في أوروبا، فأعتقد أنها بتكون صعبة حتى على اتحاد فيفا أنه يطبق النظام هذا. لا أعتقد النظام ده هيبقى صعب جدا. صعب يعني صعب. أعتقد اللي هو سنين. كل أربع سنين ده يا كابتن، وإن أنت تاخد البطل القارة كل سنة، ده هيبقى افرض واحد خد الأربع سنين، يبقى هناخد التاني. طب افرض صعب يعني، وكمان كل أربع سنين مش هتكون يعني. أه والله يعني افرض حد كده. بس كمان هي صعبة، بس يعني افرض مرتبطة كمان بالبطولة السنوية، يعني مرتبطة ببطل أفريقيا، وبطل أفريقيا بيبقى كل سنة بيمثل القارة، وكذلك بطل آسيا كل سنة بيطلع بطل مختلف. مجرد معلومة ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. يا رب ما تطلعش صح يا كابتن سعد، بيني وبينك يعني. اه والله يا رب ما تطلعش صح، لانها قد يعني هتعمل لنا دربكه كبيره. لكن في النهايه نتمنى ان احنا نشوف بكره ان شاء الله مباراه تليق بالزعيمين الكبيرين الهلال والنادي الاهلي. لكن على الجانب الهلال، الهلال حضرتك شايف المباراه او اهم ما يميز نادي الهلال ايه في هذه المباراه؟ واهم ما يميز الاهلي برضه. يعني اقول ارجع واقول لك، طبعا الكاسب ربحان سواء الاهلي او الهلال، وكلنا طبعا تظل كوره ولكن التنافس داخل الملعب هذا لابد من 90 دقيقه. الهلال عنده طموح، الاهلي عنده طموح، احنا شايفين بيكون طبعا في اعتقد الملعب بيكون مليان سواء الجمهور السعودي او الجمهور المصري طبعا يوم غد، واعتقد حتى توقيتها يعني الساعه يمكن 4 العصر، فبتكون مباراه شيء احس انها بتكون مباراه قويه يعني ثقيله من حيستمتع طبعا العالم ككل في المباراه هذه المركز الثالث والرابع. يا رب يا رب ان شاء الله تكون مباراه جيده. عايز اعرف كمان كابتن سعد رايك في ليوناردو، طبعا المدير الفني لنادي الهلال، من خلال وجودك الاجواء النقد، رايك ايه في هذا المدرب اللي اعتقاد ان هو قدم مباراه رائعه وخاصه في الشوط الثاني امام فريق كبير زي فريق تشيلسي؟ على كل المدرب يا كابتن سلام، يعني في يمكن في المسابقه المحليه كان في تعارض بالجمهور الهلال بالذات على المستويات اللي كان يقدمها الهلال، ولكن المدرب عنده سي في كبير، وانا يعني يمكن مع احترام يعني البعض يمكن الاعلاميين وبعض الجماهير كنت متوقع انه حيبين في بطوله زي هذه كاس العالم. احنا شفنا حتى الفريق فرق بالذات اللاعبين، الفريق لما يكون عندك الروح كلنا يمكن كباتنا عارفين الشيء ده. الكابتن يعطيه يمكن 30 35%، ولكن اللاعب اذا كان عنده الروح وعنده برضه المهاره، يعني في المدربين دائما احنا نعرف يكون طبعا التكتيك والتشكيل والتغييرات التبديلات اللي يحدثها المدرب خلال المباراه. الفريق زي الهلال والاهلي لما تكون موجود عندها الروح وعنده برضه يمكن الخبره الكافيه وكلهم يمكن انضموا للمنتخبات، اكيد بيكون فريق مستوى كبير. جارديم مدرب كبير انا بالنسبه لي، ولكن الامتعاض اللي كان من الجماهير ومن بعض الاعلام الهلالي اعتقد ما كان في محل الثقه. طيب يا رب كل التوفيق وتشوف مباراة جيدة بكرة تليق باسم الفريقين. أنا بشكرك جدا 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 يا كابتن سعد على هذه المداخلة وهذا الكلام المحترم يا كابتن هاني. في الآخر هي مباراة صعبة وكل حاجة، ومباراة ديربي، ولكن هي مباراة للأشقاء. كل الحب لكل اخواتنا واصدقائنا في السعوديه وفي الهلال السعودي تحديدا، وهناك نفس الكلام. صحيح نفس الكلام بيتقال من هناك. صحيح ده كلامك مظبوط. طبعا كل فريق عنده طموحاته وكل طبعًا. فريق بيسعى لتحقيق الهدف ما فيش شك، لكن يبقى طبعا فريقين على المستوى العربي من اكبر الفرق الموجوده على المستوى العربي، على المستوى الاسيوي الافريقي افضل فرقتين، وبالتالي اكيد كل واحد بيتمنى، احنا نتمنى طبعا فوز النادي الاهلي، لكن الاهم كمان ان احنا نقدم صورة طيبة، نقدم شكل مميز أولا على مستوى الالتزام من خلال اللعيبة المتواجدة، على مستوى كمان الكورة، على مستوى الفنيات اللي بتقدم، لأن احنا كمان بنقدم كورة تليق باسم العرب بشكل عام. ومن الحاجات المهمة كمان اللي قالها إن شاء الله بكرة كمان عندنا خبر إن شاء الله، أنتوا عارفين طبعا كان ساعة الاستاد يعني كان في اللجنة المنظمة بتقول إن 30% بس من ساعة الاستاد بتكون يعني محجوزة، لكن بكرة قررت اللجنة المنظمة أن يكون ساعة الاستاد كاملة، وده كان شيء مهم جدا جدا. وقالت يا أسلام كمان أن خلاص بدأت الحجوزات من النهاردة، اللي عايز يحجز لي مباراة الغد إن شاء الله عن طريق السايد إلكترونيا، عن طريق هذا السايد إن احنا ممكن نحجز، لكن المهم ساعة الاستاد هي أصبحت 100%. وده مهم جدا، لانه المباراه اللي فاتت زي ما حضرتك عارف مباراه بالميراس، المباراه السابقه حصل فيها بعض الامور فيما يخص موضوع المدرجات والكلام ده، والنادي الاهلي طلع بيان وقال ان هو يعني احنا، وبعدين هي بالعقل مش محتاجه بيان بيني وبينك، يعني احنا بقالنا انا فرقتي هتلعب وانا عارف ان هي مثلا هتلعب يوم
20، فانا هحجز كل حاجه، هحجز التذاكر بتاعت يوم 20، لكن انا لو فرقتي مش هتلعب لسه هتلعب مباراه قبل يوم 20 مثلا، هعمل ايه؟ هستنى لغايه لما المباراه تخلص. وبالتالي اللي عارف ان المباراه هتتلعب يوم 20 هو اللي هيحجز اكتر. صحيح. ده يعني بالمنطق، يعني بالمنطق، عشان كده كان الشكل كان يمكن اثار الجدل شويه، ان طبعا بالميراس والجماهير كانت كتيره جدا جدا، لكن انت زي ما بتقول هو كل التوقعات هو بالميراس جاي يلعب في الوقت دوت في التوقيت دوت وعارفين، وبالتالي كانت الحجوزات كبيره جدا. النادي الاهلي كان على اساس المباراه الاولى امام طبعا مونتريال المكسيكي، لكن زي ما بقول لحضراتكم ده خبر جيد ان شاء الله باذن الله. تتواجد كالعاده جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم بتساند فرقتها ان شاء الله. بكره كمان هيكون في تواجد كبير جدا لجماهير النادي الاهلي اللي بتزق وبتبقى دايما في ظهر فرقتنا ان شاء الله. بيني وبينك يعني فارق كبير. اه طبعا يعني طبعا الجمهور ووجود الجمهور مختلف تماما عن المدرجات الفاضيه. صحيح يعني صحيح. احنا لعب الحمد لله كرب عند ربنا ان احنا لعبنا وشفنا الجمهور، ما حضرناش الفترات اللي بيبقى ما فيهاش جمهور لاسباب اخرى، يعني لاسباب بغض النظر عن الاسباب، ولكن في النهايه هي المدرجات فاضيه. صحيح. لا وبتبقى كمان في لحظات معينه انت بتحس بنبض الجماهير. صح. لحظات جوه الملعب اكيد احنا الاثنين عشناها، ان في وقت معين لو صوت الجماهير مش موجود هتاخد منك شويه، هتاخد منك شويه، وبالتالي اكيد الجماهير في اوقات معينه بيكون مهمه جدا. ودايما لعيبه النادي الاهلي متعوده ان جماهيرها تكون في ظهرها. ان شاء الله بكره جماهير النادي الاهلي كالعاده تكون في ظهر فرقتنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. الاهلي الحقيقه وروح الفانيلا الحمراء، الاهلي يتسلح دائما بروح الفانيلا الحمراء. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير قبل مواجهه الهلال السعودي، الاهلي يتسلح بالفانيلا الحمراء، ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بالفعل يا كابتن هاني زي ما حضرتك قلت وزي ما كلنا متفقين، اي حد لعب مع الجمهور بيبقى الوضع مختلف. مفيش شك. ويمكن التقرير قال دوت، واحنا كمان عارفين وحاسين، واحنا حسينا بالكلام ده فعليا في الملعب طبعا اثناء وجودنا مع النادي الاهلي. كمان عايز اقول لك روح الفانيلا الحمراء، لسه كنت هسالك يعني ايه روح الفانيلا الحمراء؟ اصل الكلمه دي كلنا عارفينها طبعا، لكن الكلمه دي بتخلي ناس تبقى متضايقه. هتقعدوا بقى تقولوا لنا كل شويه روح الفانيلا الحمراء وروح البتاع، ايه روح الفانيلا دي؟ مش هيحس بيها اسلام غير اللي دخل جوه النادي الاهلي. اوكي. اللي عاش اللحظه جوه النادي الاهلي، لحظات الانكسار قبل الفرح. خلي بالك روح النادي الاهلي دايما بتظهر في الاوقات الصعبه، والاوقات الصعبه ديت على مر العصور، ما بتكلمش على السنه اللي فاتت ولا العشر سنين اللي فاتوا، الروح دي متواجده. وخلي بالك هي بتكون متواجده من اول ما تخش النادي الاهلي. انا دخلت النادي الاهلي عندي 11 سنه بالظبط، بدات اشرب دوت انا عندي 11 سنه، مش الفريق الاول بس. يعني حقيقي الكلمه دي حقيقي، يعني مفيش شك طبعا. طبعا يعني احنا شفناها الحقيقه في المباراه اللي قبل السابقه في مونتريه. ما هو انت بتلعب ناقص 14 لاعب لو تتذكر. صحيح. المباراه اللي من كام يوم دي، من اسبوع ولا حاجه، بتلعب ناقص 14 لاعب وفي النهايه قدرت تكسب. صحيح. هو دوت اللي بتكلم عليه، ودايما بتيجي في الاوقات الصعبه. روح طبعا الفانيلا الحمراء دي متواجده في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي، وجينات جوه لعيبه النادي الاهلي، حتى اللي بيجي من بره النادي الاهلي بتحس انه دخل وشرب الكلام دوت. بنبص لعلي معلول، بتشوف ديانج دلوقتي عامل ازاي، من السابقين من الاجيال السابقه. صحيح. يعني والحق يقال في هذا الامر ان الكابتن هاني انا حضرته شويه في يعني لمست كده مع المنتخب الوطني. صحيح. الله يرحمه كابتن جوهري، تصفيات كاس العالم تذكر مباراه 5-2 مباراه الجزائر، معسكر في اسماعيليه. صحيح. يعني الناس دي الجيل ده تتعلم منه حاجات كتيرة جدا وحاجات محترمة. كابتن هاني وكل الأسماء الكبيرة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت كلهم الحقيقة الواحد اتعلم منهم من الروح والحماس وكل حاجة، خصوصا اللي كان بيلعب في نادي الأهلي في ذلك الوقت. صحيح. كلهم الحقيقة كان ليهم يعني دماغ، تحس ان دماغ مختلفة. صحيح. وأمر مختلف. وبالتالي روح الفانيلا الحمراء بالفعل هي اللي بتخلينا دايما نروح أو نكسب مباراة زي منتخب. خليني بس أتكلم في الحاضر، ان احنا نكسب مباراه زي مونتريه الحقيقه في وقت انت تفتقد 14 لاعب، وكل صحف المكسيك في ذلك في الوقت ده تحديدا كانت بتتكلم يا كابتن هاني ان احنا هنكسب كام، يعني المكسيك هيكسبه مونتريه هيكسب الاهلي كام. صحيح. والكلام ده مش كمان على يعني بالميراس كمان، هو كان الفرق مستنيه حتى انها تلعب الفريق المكسيكي، لكن زي ما انت بتقول احنا كمان على مستوى الجماهير كنا قلقانين، لكن زي ما بقول لك في الاوقات الصعبه طبعا دايما بتبقى النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء ان شاء الله. حتى اصل الناس بتتكلم بترد عليك ولا روح الفانيلا الحمراء دي بس وانت كسبان، لا روح الفانيلا الحمراء موجوده طول الوقت، حتى اما النادي الاهلي بتحس وكل الناس بتحس، مشجعي النادي الاهلي وغير مشجعي النادي الاهلي، لما نهايه المباراه والاهلي متاخر اخر خمس دقائق حتى بيقول لك لا الاهلي هيرجع في اي وقت،
ودوت ده يعني مش متواجد في فرق كتير، لان زي ما بقول لك اسلام شربناه واحنا صغيرين، وبالتالي كل من ينتمي للنادي الاهلي عنده هذه الروح، اذا كان حتى مجلس الاداره، اذا كان اللعيبه، اذا كان الاداريين، غرف يعني حتى عمال غرف اللبس عندهم هذه الروح وعندهم هذه الثقه. ان شاء الله ثقتنا في فرقتنا كمان بكره اسلام كبيره جدا جدا، رغم طبعا المباراه صعبه ما فيش شك، لكن كمان ان شاء الله باذن الله يكون البرونزيه الثالثه ان شاء الله. يا رب البرونزيه الثالثه. خلينا بقى نروح نشوف الاخبار النهارده يا كابتن، كل اخبار بعثه النادي الاهلي مع زميلتنا العزيزه مريم سميح. ازيك يا مريم؟ ازيك يا كابتن اسلام، برحب بيك، برحب بيك يا كابتن هاني، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا زي ما حضرتك قلت اخبارنا النهارده مهمه جدا بخصوص مباراه غدا ان شاء الله ما بين الاهلي والهلال السعودي، كمان معانا اخبار يعني عن الصراع على النهائي ما بين تشيلسي وبالميراس، كمان عندنا تصريحات في طبعا المؤتمرات الصحفيه سواء الخاصه بالنادي الاهلي وتصريحات مستر بيتسو موسيماني، وكمان تصريحات مستر ليوناردو جاردام. هي النهارده ان فقرتنا الاخباريه هامه جدا، واكيد كل الجمهور هيبقى منتظر يعرف كل جديد بخصوص غدا ان شاء الله. اتفضلي يا مريم، لانه مهم جدا نعرف ايه اللي بيحصل، لانه انا شفت صوره كده لتوخل ان هو جه. توخل طبعا هتقول لنا على الاخبار جاي ولا ما جاش ولا ايه اللي حصل؟ كده في خبر اتحرق يا كابتن اسلام. نعم كده في خبر اتحرق. ما لحقتش انا بقول شفت صوره كده، انت بقى اللي تاكدي. تاكدي يا تنفي. بالظبط، انت حره. هنشوف في الفقره. اتفضلي. طبعا هنبدا اخبارنا من النادي الاهلي اللي ادى تدريباته النهارده تحت قياده مستر بيتسو موسيماني استعدادا لمواجهه الهلال السعودي على برونزيه كاس العالم للانديه، والتمرين كان فيه تدريبات متنوعه بالكره وكمان تدريبات خاصه على العرضيات والكرات ثابتة والتسديد من خارج منطقة الجزاء. لسه كمان مع أخبار النادي الأهلي، والنهاردة أعلن طبيب الفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة سلبية مسحة جميع عناصر الفريق قبل مواجهة الهلال السعودي بكرة إن شاء الله. طبعا الحمد لله أن المسحة سلبية، وإن شاء الله يأدوا أداء رجولي بكرة أمام الهلال السعودي. نروح طبعا لاجواء مباراه الاهلي والهلال السعودي، وطبعا عندي خبر بيقول ان المدافع علي البليهي هيغيب عن فريق الهلال في مواجهه الاهلي بكره ان شاء الله بسبب الاصابه. قال نادي الهلال في بيان رسمي النهارده منعت الام العضله الخلفيه اللاعب علي البليهي من المشاركه في المران الختامي قبل مواجهه الاهلي، وتاكد غيابه عن مباراه الميداليه البرونزيه لمونديال الانديه. كمان خبر تاني في نفس السياق بيقول ان سلمان الفرج نجم النادي الهلال السعودي رجع النهارده للمشاركه في تدريبات فريقه بعد ما كان بيأدي تدريبات تأهيليه نتيجه الاصابه اللي تعرض ليها مؤخرا، واصبح جاهز للمشاركه مع الهلال في مباريات حسب رؤيه الجهاز الفني للفريق السعودي. طبعا هنروح دلوقتي لتصريحات مستر بيتسو موسيماني. موسيماني النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي قال امامنا مباراه اخرى في كاس العالم للانديه، وهي مباراه كبيره لنا كفريق افريقي وكذلك للهلال بطل السعوديه واسيا، واود ان اظهر احترامي له لانه منافس مميز، واضاف لدينا شيء نلعب عليه ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا في هذه المسابقه هو الميداليه البرونزيه. واشار المدير الفني للاهلي الى ان الهلال السعودي قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي مونديال الأندية، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية. وأكمل كمان الأهلي يملك تاريخا جيدا في هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وآخرين سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي. استمر لسنا قلقين من مباراة الهلال، نحن نحترم كمنافس ونثق أيضا في أنفسنا وتاريخنا، وسيكون لقاء ديربي عربي ممتع ومفيد للكرة العربية حيث سيخرج نادي عربي ببرونزية كأس العالم. يعني رأيك إيه كابتن إسلام يمكن في تصريحات مستر بيتسو موسيماني؟ شايف أن الهلال السعودي فريق كبير وأن هو خصم قوي جدا، وشايف كمان أن هو كان ممكن يوصل للمباراة النهائية أمام تشيلسي؟ الحقيقة كلام موفق جدا من بيتسو، لأنه ناس كتيره بتتكلم ان احنا قلقانين او خايفين، في ناس بتقول لي احنا خايفين من المباراه، ممكن، لكن احنا ممكن نبقى قلقانين في شعره، يعني كلمه خوف، يعني ما اعتقدش في خوف في كره قدم، هو قلق، وساعات القلق بيكون قلق ايجابي وارد، يعني دوت كان دايما وانت حضرت ان الكابتن جواري دايما يقول لك لو ما كنتش قلقان يبقى مش هتلعب كويس، القلق الايجابي دوت بيخليك يعلي نسبه التركيز، لكن لما تخش في نسبه الخوف ده بينعكس عليك بتوتر في الملعب.
فطبعا بيتسو موسيماني بيحترم الخصم ولكن بيقول من اهدافنا ان احنا ناخد البرونزيه طبيعي يعني. في الاخر هو زعيم اسيا ولكن النادي الاهلي هو زعيم افريقيا صحيح. وبالتالي انت بتتكلمي برضو عن زي ما كابتن سعد الحقيقه برضو هو قال كلمه حلوه جدا، قال لك منتخب مصر بيلعب منتخب السعوديه صحيح. يعني هم عندهم 6 محترفين او 5 محترفين، الـ6 التانيين كلهم بيلعبوا في منتخب السعوديه، وبالتالي انت نفس الكلام عندك 6 أو 7 لاعبين بيلعبوا في المنتخب المصري، وبالتالي من المفترض ان احنا هنشوف مباراه جيده جدا تليق باسم الفريقين. ولكن صح. انا وجهه نظري يا كابتن هاني ويا مريم ان مفيش حاجه اسمها خوف. انا ببقى قلقان طبعا كلاعب زي ما الكابتن هاني اشار، ببقى قلقان وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انا النادي الاهلي فريق كبير، عندي مدير فني كبير، عندي مجموعه لاعبين على اعلى مستوى، بيلعب في منتخب مصر اللي وصل للمباراه النهائيه من ايام قليله جدا، مباراه نهائيه لكاس الامم الافريقيه، وبالتالي اللي هيكسب هيكسب داخل الملعب مش خارج الملعب. صحيح صحيح، انا بتفق معاك يا اسلام. كمان يا مريم ان شاء الله باذن الله بكره اعتقادي ما فيش خوف، في احترام زي بيتسو موسيماني ما قال، اكيد في احترام للخصم، لكن ان شاء الله احنا كمان فريق كبير والاهلي طبعا بطل افريقيا، وان شاء الله يعني يشرف كل المصريين ونكسب ان شاء الله باذن الله. صحيح طبعا، هو بغض النظر عن النتيجه الحقيقه ان احنا اكيد متفقين ان احنا هنشوف مباراه قويه لان في عناصر مميزه في الفريقين. صحيح. خلينا نروح المباراه الساعه 3 لان الكابتن سعد قال 4 3 بتوقيت القاهره يعني. مظبوط ان شاء الله. نروح بقى طبعا دلوقتي على الجانب الاخر، قال ليوناردو جاردام المدير الفني للهلال السعودي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراه، بعد الفشل في هدفنا الاول وهو الوصول لنهائي كاس العالم للانديه سنعمل على تحقيق هدفنا الثاني وهو تحقيق افضل مركز، واضاف نحن متاكدون ان الاهلي يسعى لتحقيق نفس الهدف وهو المركز الثالث، واكمل ان المشاركه السابعه للاهلي في المونديال لا تعطيهم الافضليه، لدينا 23 لاعبا وانا اثق بهم جميعا ويجب أن يكونوا مستعدين للعب في أي وقت. وأضاف أيضا جردام سنحاول السيطرة أمام الأهلي والاستحواذ على الكرة منذ البداية. خلينا نتناقش شوية في تصريحات جردام، يمكن نتكلم على أن يعني مشاركتنا السبعة لا تعطينا الأفضلية، شايفين ده إزاي؟ يعني أنا شايف أن بالعكس، يعني دايما المشاركات في البطولات الكبيرة دي باستمرار بتدي نوع من أنواع الثقة، ما فيش شك أن احنا ما بنستندش على الماضي أو التاريخ، لأن طبعا كل مباراة وليها ظروفها، كل مباراة وليها تحدياتها، لكن على مستوى الخبرات بتديك ثقة أن احنا لعبنا البطولة ديت بشكل مستمر بشكل كبير، وبالتالي ممكن تدي ثقة، ولكن الثقة ديت لازم تترجم جوه الملعب من خلال أداء اللاعبين، من خلال التركيز، من خلال أدائهم في الملعب، وبالتالي لازم تحسس الخصم دايما يا اسلام انك لا انت كبير رغم غيابات واصابات، لكن تديله الاحساس ان انت فعلا عندك ثقه في نفسك وقادر بشكل كبير ان انت تعمل حاجه كويسه يعني. والجيل اللي انا فاكره ان في الجيل في 2006 كانت الجيل الحقيقه جيل كبير جدا وجيل محترف جدا، ولكن طلع سادس بالظبط تفتكر، ودي كانت اول مشاركه. في المشاركه اللي بعد كده او المشاركات اللي بعد كده اللي بعدها على طول احنا خدنا البرونزيه، وبالتالي انت استفدت من السنه الاولانيه اللي انت لعبت بيها. لا انا بشوف ان الكلام اللي قاله ليوناردو الحقيقه المدير الفني لفريق الهلال لا ممكن يكون خانوا التعبير شويه لانه لا انا بشوف ان الخبره ليها دور كبير جدا جدا في مثل هذه البطولات زي ما كابتن هاني قال يا مريم، واحنا متاكدين ان هو عامل طبعا حساب كبير طبعا للنادي الاهلي. هنروح طبعا لنادي تشيلسي الانجليزي واللي ادى مجموعه من ابرز نجومه صلاه الجمعه في مسجد الشيخ زايد الكبير في ابو ظبي، وانتشرت صوره لبعض نجوم تشيلسي على راسهم حكيم زياش وكانتي وروديجر بعد اداء صلاه الجمعه النهارده. تشيلسي طبعا هيلعب نهائي كاس العالم للانديه بكره ضد بالميراس البرازيلي. كمان في كواليس كأس العالم للأندية، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي ذات الأصول العربية ليلى بيريرا قالت إن فريقها بيخوض مباراة نهائي كأس العالم للأندية علشان يتوج باللقب. كمان قالت ليلى بيريرا إن الوصول لنهائي كأس العالم للأندية ده استمرار لعمل كل إدارات نادي بالميراس، ورفضت إن هي تنسب الفضل لنفسها. نروح لرقم مهم جدا وهو ان القيمه السوقيه للاعبي طرفي نهائي كاس العالم للانديه تشيلسي الانجليزي وبالميراس البرازيلي اكثر من 1 مليار يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. وصلت القيمه السوقيه للفريقين اجمالا 1.63 مليار يورو. تشيلسي طبعا هو صاحب القيمه السوقيه الاعلى بقيمه 883 مليون يورو، وهو ما يعادل 4 أضعاف نظيره بالميراس تقريبا 180 مليون يورو. الحقيقه
أرقام يعني كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة لتشيلسي وبالميراس، يعني يمكن أرقام تستحق المناقشة. ده لا أرقام مش هنسمعها. 883 مليون يورو. يعني مليار ومليار و60 مليون يورو، أرقام كبيرة جدا طبعا على مستوى اللعيبة، على مستوى داخلين في كام؟ في 25 مليار يعني مصري. مصري. 24 25 رقم اكتر شويه يعني. رقم كبير جدا طبعا بيدل على القيمه التسويقيه للاعيبه تشيلسي ما فيش شك، وكمان على مستوى الفريق السعودي برضو في قيمه تسويقيه لا باس بها. لكن يبقى طبعا مباراه صعبه اكيد على طبعا بالميراس، لكن انا بتكلم على تشيلسي كمان. تشيلسي وانت قلتي ان كمان في خبر ان توخيل يعني خد طياره خاصه وهيكون متواجد بكره في المباراه النهائيه، ممكن يعمل الفارق شويه يعني. ممكن جدا وجود توخيل اكيد هيعمل الفارق شويه، واحنا شفنا يعني بعض التصريحات باللعيبه ان هم مركزين، وان اي مباراه نهائيه بيكون الموضوع مش سهل. لكن طبعا تشيلسي هو المرشح الابرز يعني للفوز بهذه البطوله. بيني وبينك يعني حاجه لطيفه جدا ان انا يبقى عندي بطوله العب فيها ماتشين كده. والله واخدها اخلص واروح اخد بطوله، وابقى انا خدت السنه 6 بطولات مثلا يعني منهم البطولة دي. طبعا هتقولي مثلا شبه بطولة السوبر، ولكن اللي عايز اسأله او اللي عايز اقوله ان السوبر مختلف وكل حاجة، ولكن هي مباراة واحدة، ولكن دي بتبقى في قارة واحدة. صحيح. دي من المفترض ان دي كاس عالم يا جماعة، كاس عالم، العالم كله القارات كلها بتبقى موجودة فيها. ما ينفعش ان انا اجيب تشيلسي فريق كبير وله احترامه، وفريق بالميرس فريق كبير وله احترامه وكل حاجة، ولكن فريق الهلال فريق كبير وله احترامه، وفريق النادي الاهلي فريق كبير وله احترامه. ما ينفعش، لازم يبقى هناك عدل في عدد المباريات اللي تلعبها. وجهة نظري برضه يجب ان يكون هناك عدل في عدد المباريات اللي تلعبها. لكن انت تيجي جاي تلعب فريق بطل قاره اسيا، طبعا اقل من بطل قاره اوروبا مهما قلنا، فلكن على انت على مستوى بطوله انت لازم تساوي ما بين انت بطل افريقيا في بطل اوروبا. بس انا شايف اسلام ان عمليه السبونسر والماركتنج بتفرق طبعًا. طبعا عمليه الفلوس، ان كمان حسيت ان يعني لازم يكون بطل اوروبا متواجد في النهائي. يعني هم بيفضلوا ان يكون بطل اوروبا متواجد في النهائي على يعني. طب هقول لك حاجه، هو انت لو بتلعب في الامارات مثلا، احنا مش بنلعب في الامارات اهو، طيب تخيل لو المباراه النهائيه اهلي وهلال. لا على مستوى الجماهير، مستوى جماهيريا بشكل طبعا. طيب هو انت عايز، ما هو السبونسر عايز ايه؟ هو السبونسر عايز اعلى نسبه مشاهده. اعلى نسبه مشاهده هتبقى في الماتش ده. ده حقيقي. اعلى نسبه ايه؟ اعلى نسبه اعلانات. اعلى نسبه اعلانات هتبقى موجوده في الماتش ده. صحيح. بس إيه انا دايما بحس ان دايما بيفضلوا ان هو يكون بطل اوروبا متواجد على الشكل التسويقي حتى بره قاره اسيا. ده انا اللي حسيته يعني. انا مش فاهمها، لكن اوكي، احنا بقالنا كتير بنلعب في هذه البطوله، اتعودنا ان احنا نلعب بهذا الشكل. ان شاء الله السنه الجايه موجودين. ان شاء الله يا رب السنه الجايه نبقى موجودين تاني ان شاء الله. يمكن زي ما انت قلت يا كابتن هاني، طبعا في دفعه لمشاركه توماس توخيل او وصوله، ويمكن دي تبقى دفعه ايجابيه. ولكن على الجانب الاخر طبعا معانا خبر بيخص طبعا الحارس مندي، طبعا ده مع المباراه النهائيه في شكوك بشان مشاركه الحارس السنغالي مندي مع تشيلسي ضد بالميراس. والمدرب المساعد لتشيلسي قال انه هيتكلم مع توخيل للاستقرار على القرار النهائي، لكن الحارس جاهز للمشاركه ضد بالميراس. نختم بقى أخبارنا مع نادي تشيلسي، واللي جالهم خبر حلو النهاردة بوصول المدرب الألماني توماس توخيل لأبو ظبي استعدادا لقيادة فريق تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية ضد بالميراس البرازيلي. طبعا نادي تشيلسي كان مجهز طيارة خاصة لتوماس توخيل اللي تعافى من فيروس كورونا وأخذته للإمارات بعد ثبوت سلبية مسحته الأخيرة. الحقيقة دي كانت كل أخبارنا النهاردة بخصوص طبعا النادي الأهلي واستعداداته، كمان تصريحات الهامة جدا لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وأيضا في المقابل ليوناردو جيردام المدير الفني للهلال السعودي. يعني نأمل أن احنا نكون غطينا كل الجوانب الخاصة بمشاركات بكرة، وإن شاء الله الأهلي يحقق نتيجة إيجابية ونحصل على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة إن شاء الله. بنشكرك يا مريم، شكرا جزيلا، متألقة كالعادة، وغطيتي معظم الاخبار بشكل اكتر من رائع. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا كابتن هاني. شكرا لحضرتك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا مريم على وجودك معانا. والحقيقه يا كابتن هاني، مباراه كل شويه هقول هذا الكلام، مباراه صعبه، مباراه مهمه وكل حاجه، ولكن في النهايه الاهلي يظل دائما النادي الاهلي، والاهلي يستطيع. احنا يا جماعه واحنا بنلعب بايرن ميونخ كنا عايزين نكسب يعني. الهلال فريق قوي، وعنده كم و40 مليون يورو صرفهم الفتره دي علشان، او كم و30 عشان كاس العالم للانديه فقط، وكان حلمه ان هو يلعب في نهائي كاس العالم للانديه. ولكن في النهايه يا جماعه احنا النادي الاهلي،
النادي الاهلي انا حاسس بموضوع، لا انا العب ان انا النادي زي الكلام اللي قاله بيتسو موسيماني النهارده عجبني جدا من زمان، لكن النهارده الكلام بتاعه عجبني. صحيح، هو طبعا لازم يكون دوت متواجد بشكل كبير، حتى تلاقي في احيان كتيره جدا اسلام انك فعلا وانت بتلعب البايرن وتحس ان انت لا عندك طموحات كجماهير النادي الاهلي انك تكسب، وممكن جدا تزعل انك تخسر من البايرن، ودي انا شايف انه شيء ايجابي جدا جدا، والشيء ده بيوصل للعيبه بشكل مستمر ان الجماهير دايما عندها طموحات انك تكسب اي فرقه. في فوارق على المستوى الفني على المستوى البدني طبعا، لكن حته ان دايما جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندها الاراده والطموح انها تكسب حتى بمستويات ممكن نكون نقول انها اعلى منها فنيا وبدنيا، لكن هو دوت اللي زي ما بيقولوا كده الشعله دايما اللي قايده علشان ما يوصلش للعيب في يوم من الايام ان انا لو اتغلبت خلاص ما فيش مشكله. دي نقطه مهمه جدا، يعني عمر النادي الاهلي وانت تواجدت في النادي الاهلي ان عمر لو وصل لك الجزئيه ديت وصل للعيبه الموضوع انتهى. بس اخيرا قبل ما اطلع الفصل برضه يا كابتن هاني لانها مهمه جدا، احنا في المباراه اللي فاتت كان هناك يعني الناس كلها كانت حاسه ان احنا بنلعب بالميرس، بعد المباراه الناس كانت زعلانه جدا 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 خلاص وطلعت غضبها الحقيقه وانتقدت اللاعبين وانتقدت المدير الفني، ولكن تاني يوم الحقيقه تاني يوم المسانده والدعم من خلال على كل، انا بعرف ده منين؟ من الشارع، واكيد حضرتك بيقولوا لك انا كنت موجود في الامارات وقالوا لك الناس قالت لك ايه وكلموك ازاي وانت جيت قلت لي، والناس اللي بتقابلني في الشارع الناس اللي على السوشيال ميديا الدعم اللامحدود الحقيقه من جمهور النادي الاهلي لفريقه قبل هذه المباراه الهامه جدا، انا كنت زعلان منك بس ما خلاص انا هو ده طبيعي، وكنا يعني حتى الزعل زي ما بقول لك الزعل ده بيبقى شيء ايجابي جدا ان حتى اللعيبه تحس بالزعل، انت يعني الجماهير هتزعل مني، ما فيش مره يوصل للعيبه ان انا يعني انا لو اتغلبت خلاص ما فيش مشكله، لا دايما بيكون في نقد، لكن بعد النقد ده زي ما اسلام دايما المسانده ودايما الفرحه، وده تم كمان بعد المباراه على طول يا اسلام. صح. والجماهير كانت زعلانه لكن صح. في نفس الوقت بيشجعوا فرقتهم وبيساندوهم بشكل كبير، لان كمان اللي جاي كمان اصعب، اللي جاي ان شاء الله باذن الله كمان ان احنا كمان ناخد ال11 ونكون متواجدين مره ثانيه في كاس العالم للانديه، هي دي طموحات النادي الاهلي يا اسلام دايما يعني، ودي حقيقه. وكاس العالم ينتظر بطل جديد، ايه اللي بيحصل خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل اثنين من النجوم اللي هنتكلم معاهم عن نواحي التحليليه يا كابتن هاني، ايشو والحنفي هنتكلم معاهم هيقولوا لنا بقى الارقام الخاصه بمباراه بكره سواء للنادي الاهلي او لنادي الهلال. نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل الحنفي وايشو. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهب جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره الحنفي وايشو. الحنفي وايشو النهارده هيكلمونا على اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه الاهلي والهلال. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ازيك يا ايشو؟ يا كابتن اسلام كله كويس؟ كله تمام. النهارده الكابتن هاني رمزي هيتناقش معاكم في بعض بالكو. الامور الفنيه، خلي بالكم كابتن هاني بقى ايه يعني يعني في اختبارات النهارده على مستوى التحليل، لكن طبعا منورينا ومطلقين دايما. ربنا يبارك لك كابتن، ربنا يخليك كابتن. طيب نبدا بيك يا حنفي، النهارده كيف يفكر النادي الاهلي بكره ونادي الهلال بشكل عام؟ الاول بشكل عام يا كابتن، هي مباراه صعبه زي ما الناس كلها عارفه، مباراه صعبه بنواجه فريق السكواد بتاعه قوي، فريق عنده امكانيات وعنده كواليتي محترم جدا. الاهلي مش كظروف مش افضل حاجه، عندنا بعض الاصابات، اهم ثلاث لعيبه مش هيشاركوا، او من اهم ثلاث لعيبه الكابتن محمد الشناوي واكرم توفيق اصابه وبيرساو، الثلاثه دول مش حاجه قليله في سكواد النادي الاهلي ولا في الاستراكشر بتاع النادي الاهلي، فعندنا غيابات بدنيا، اللعيبه الدوليه مش اجهز حاجه، مش 100% جاهزين بدنيا. أيوه. عكس فريق الهلال ما عندوش اي غيابات، فريق جاهز للبطوله تماما، دي اول ميدالية بالنسبة له هيحققها في البطولة، فهي بالنسبة له تحدي كبير، ماتش صعب. بس أنا ضد نغمة التخويف، الأهلي بشخصيته بروحه بالسكواد الموجود بمستر بيتسو موسيماني القادر دايما أن يكون ليه كلمة قوية في المباريات الكبيرة. بيتسو موسيماني منذ مجيئه للنادي الأهلي ما خسرش غير ماتشين كبار، بايرن ميونخ
في دور قبل نهائي في كاس العالم السنه اللي فاتت، وبالميراس السنه دي في قبل نهائي. جميع المباريات الكبيره اللي خاضها مستر بيتس موسيماني كان ليه الكلمه فيها، وكان النادي الاهلي ليه الغلبه. النادي الاهلي يقدر بلاعبته، يقدر بروح، يقدر ان شاء الله باذن الله. مستر بيتس موسيماني باذن الله قادر ان هو يقدم جيم مع الفريق الموجود ومع اللعيبه الموجوده يكون قوي باذن الله. الاهلي ان شاء الله باذن الله قدامه ماتش مش سهل، بس لازم ندعم الفريق دوت، ولازم يكون عندنا ثقه كافيه في اللعيبه توصل لهم ان انتوا قادرين تمثلوا النادي الاهلي وقادرين تشرفوا النادي الاهلي ان شاء الله بكره في ديرب عربي مش سهل. ديرب عربي قوي جدا قدام فريق من رايي من اقوى فرق اسيا. قبل ما نسمع ايشو برضو يا كابتن هاني، بعد اذنك نطلع لزميلنا امير هشام برضو يقول لنا ايه الاخبار هناك في بعثتنا في الامارات. امير، ازيك يا امير؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، تحياتي كابتن هاني ولضيوفك والكل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل يوم. كان احنا واقفين جوه بقى الفندق، فالجو طيب حلو هنا جوه، فمش محتاجين الجاكيت ما تقلقش. ازيك يا امير؟ طمنا على بعثتنا. يعني طبعا الامور ماشيه بشكل كويس جدا. الاهلي استعد النهارده استعداد اخير من خلال مران هو الاخير ليه هنا في ابو ظبي قبل مباراه الغد باذن الله على الميداليه البرونزيه مع الهلال السعودي. مباراة طبعا صعبة جدا جدا ومهمة في نفس الوقت، الاعتبارات كتير. أول حاجة هو ديربي عربي، طبعا فرقتين كبار، أهلي بجماهيرية عظيمة جدا جدا، أكبر جماهيرية في الوطن العربي، الهلال عنده جماهيرية كبيرة جدا جدا في المملكة العربية السعودية، عنده جمهور كمان بيحضر هنا في أبو ظبي بكثافة جدا ومهتمين قوي بالبطولة، بالنسبة لهم تقريبا يعني أول مشاركة ليهم في كأس العالم، يعني لو أنا بقول المعلومة صح. لكن في نفس الوقت بيقابل فريق بتاريخ كبير ومتمرس في هذه البطولة هو النادي الأهلي، فبالتالي الأهلي بيحاول يستغل عنصر الخبرة مع يعني مراعاة بعض الظروف اللي أكيد كلنا عارفينها واتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وآخرها كمان ظروف الإيقافات فيما يتعلق بغياب أفشة هو لعيب مهم جدا، بغياب أيمن أشرف هو لعيب كمان مهم جدا بسبب الإيقاف، بخلاف الاصابات اللي اتكلم عليها حنفي دلوقتي يعني برضو، فبالتالي كلها ظروف. لكن في نفس الوقت مستر بيتس موسيماني، وده كان يعني او دي كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي، هو ما بيبصش للكلام ده خالص، ما بيبصش لكل الظروف اللي بتحيط بالفريق قبل البطوله واثناء البطوله. هو بيقول ان انا يعني دي اصعب فتره حاولت اهيئ فيها الفريق لبطوله بسبب كل الظروف دي، لكن هي احنا ما بنحطش الظروف دي كشماعات بالنسبه لنا او كحجج، احنا بنحاول نتعامل مع كل ما يعني يقابلنا في طريقنا او في مشوارنا في اي بطوله يعني او اي تحدي من التحديات. يعني تصريحاته في الحقيقه متزنه جدا ومميزه جدا من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه اليوم ده فيما يتعلق بمستر بيتس موسيماني. لكن بمرجعنا للمران النهارده يعني كان واضح ان احنا مش قبل ما تروح للمران كابتن ممكن اسالك حاجه تخص الجمهور، لانه مهم جدا برضو نعرف احنا بكره ان شاء الله. انا عارف طبعا انت حتى مش يعني انت مش هتعدهم ولا اي حاجه، ولكن اقصد ان بكره المباراه هل من الممكن ان نرى مشهد مباراه بالميراس مره ثانيه، بمعنى ان يكون بكره الجمهور السعودي اكتر بكتير من الجمهور النادي الاهلي؟ لا خالص. بالمناسبه كابتن اسلام يعني خليني اقول لك ان الساعه الكامله لاستاد النهيان النهارده بقت متاحه لكل الجماهير، يعني بقى ساعه الاستاد كامله متاحه بالنسبه لكل الجماهير. انا في اعتقادي الشخصي ان هيكون الموضوع فيه توازن ما بين الجمهور الاهلي وجمهور الهلال، ان لم يكن جمهور الاهلي اكتر في الحقيقه، لان خلاص كان جمهور الاهلي عرف ان الفريق هيلعب على مباراه المركز الثالث والمركز الثالث والرابع، فبالتالي اكيد هم حجزوا بشكل مبكر، اكيد يعني قدروا ان هم ياخدوا اماكنهم في استاد او مدرجات استاد النهيان، فبالتالي اعتقد الافضليه ممكن تكون لجماهير النادي الاهلي، مع وضع في الاعتبار بقول لك كثافه جمهور الهلال هنا وشفناها في مباراه تشيلسي كانوا كتير جدا جدا، فاكيد برضو كتير منهم النهارده بعد ما باب الحجز اتفتح تاني قدروا ان هم يحجزوا اكيد ويكونوا متواجدين. لكن المؤكد يا كابتن اسلام ان احنا مش هنشوف نفس اللي شفناه في بس هو ده المهم بالنسبه لي. كان الجمهور تقريبا بالميرس كان الجمهور تقريبا كله مالي الملعب، جمهور الاهلي كان واخد يعني مكان كده في الملعب بس، فممكن ده ياثر بشكل او باخر، لان جمهور الاهلي عنصر
مهم جدا جدا بالنسبه للعيبه، يعني ده امر مهم وفرق معانا في مباراه مونتيري بشكل كبير رغم كل الغيابات والظروف اللي احنا عارفينها يعني. لكن لو هتكلم بقى على التمرين، فالتمرين النهارده زي ما قلت لك يا كابتن اسلام كابتن هاني وضيوفك يعني كل جماهير النادي الاهلي، في واضح ان هيكون في بعض التعديلات في التشكيل سواء بسبب الغيابات كايقاف قفشه وايمن اشرف او بسبب يعني افكار لمستر بيتسو موسيماني وبعض اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين بشكل اساسي والبعض الاخر كان اساسي وهيبقى موجود على الدكه. دي تعديلات هتحصل من غير ما نتطرق طبعا لاسماء او للتشكيل، لان يعني قناه الاهلي اكيد ناس كتير جدا بتشوفها في السعوديه، جماهير الهلال اكيد يعني الناس بتتابعها بشكل كبير، فمش عايزين نكشف اوراقنا رغم ان يعني الاهلي كتاب مفتوح طبعا للهلال والهلال كتاب مفتوح للاهلي، لكن طبقا الافكار والتاكتكس اللي خاصه بكل مدير فني هي اللي ممكن تكون مفاجاه من ضمن المفاجات لاي فريق من الفرقتين يعني. فالمهم يعني ان التحضيرات مشت بشكل كويس جدا والكل جاهز. عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على احمد عبد القادر، احمد عبد القادر جاهز بنسبه 100% لخوض هذا اللقاء بعد ما كان تعرض لكدمه قويه في الكتف في مباراه بالميرس، عمل اشعه امبارح اشعه رنين اكدت ان هو سليم تماما، امبارح شارك في التدريبات من غير التحامات، النهارده شارك بالتحامات بشكل ممتاز وما شاء الله عليه جاهز بنسبه 100% لمباراه الهلال. محمد عبد المنعم كذلك جاهز جدا، يعني الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للفريق يا كابتن اسلام يا كابتن هاني. لو في اي استفسار معاك. لا طبعا احنا كنا فعلا عايزين نطمن على احمد عبد القادر، لان كان في طبعا احنا قلقنا شويه حتى لما قلنا او طلع ان هو بيشارك بس يعني بشكل خفيف بدون احتكاكات، وبالتالي كنا قلقانين شويه ان هو لم يصل للجاهزيه التامه، لكننا طمنتنا لانه كمان لعيب مميز جدا جدا على مستوى مهاري عالي جدا، واعتقد احنا بيني وبينك يا كابتن هادي بصراحه احنا مش ناقصين اصابات يعني. بالظبط الموضوع بقى صعب يعني، القصه حظ الاهلي، حظ الاهلي يا جماعه السنه دي صعب جدا في البطوله دي بالذات، يعني هي التارجت بالنسبه لمنظومه النادي الاهلي ايه؟ اكيد تتفقوا معايا كابتن اسلام كابتن هاني كيشو حنفي كل الجماهير يتفقوا معايا ان الهدف والتارجت الاساسي بالنسبه للمنظومه كلها هو كاس العالم للانديه. احنا خدنا برونزيه مرتين قبل كده، شاركنا المره السابعه في البطوله، فنفسنا ان احنا نوصل لمرحله احنا ما وصلناهاش قبل كده. المباراه النهائيه على الاقل كمان او الناس كلها كانت بتشتغل، طبعا الناس كلها كانت بتشتغل على الحلم ده انك اقل تقدير السنه دي تاخد ميداليه فضيه اللي هو توصل للمباراه النهائيه. صحيح. بقى تقدر تفوز بالبطوله، ما تقدرش تبقى حققت انجاز، لكن بصراحه ما فيش حظ اسوأ من كده. تعارض مواعيد ما بين افريقيا وكاس عالم انديه، غيابات واصابات لابرز اللاعبين حتى اللي مش بيشاركوا في افريقيا، واحد زي بيرسي تاو ده لعيب مهم جدا انت جايبه عشان كاس عالم، وعمار يعني عمار حمدي كمان طبعا ياسر عمار حمدي اكرم توفيق بدر بنون، حتى بدر بنون اللي انت برضو بتبني عليه خططك في طريقه اللعب بتطلع بيه من تحت من ورا لقدام بالكوره، الراجل كورته حلوه قوي برضو اصابه بتعطله، فكل الظروف بتعاند النادي الاهلي. وانا الميزه برضو يا كابتن اسلام يا كابتن هاني ان جماهير النادي الاهلي عندها قدر كبير قوي من الوعي، يعني هم الناس كانوا عارفين طموحنا ووصل لحد فين واحنا عايزين نوصل لفين، وبرضو مش هكون ببالغ والله لو قلت ان طموح جماهير النادي الاهلي هو الفوز بكاس العالم للانديه، يعني نفسنا ان الحلم ده يتحقق عشان يبقى البطوله الوحيده اللي الاهلي شارك فيها هي البطوله دي الوحيده اللي ما خدناهاش، احنا كل البطولات شاركنا فيها خدناها، ناقص لها كاس عالم انديه وكاس الرابطه دي بطوله مستحدثه ان شاء الله هناخدها كده اجلا ام عاجلا يعني، لكن كاس عالم الانديه هو جاي. الهدف الاساسي الهدف الاساسي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. فالناس اشتغلت، الناس حاولت كتير جدا، صفقات قد كده، لعيبه جامده قد كده جايبها، حاولت، لكن للاسف ما فيش نصيب السنه دي بسبب ظروف كلنا عارفينها. فجمهور النادي الاهلي عنده وعي كبير وعارف كويس قوي ان انت الظروف هي اللي عطلتك. بس هقول لك يا امير رغم كل دوت، انا اللي عاجبني في مستر موسيماني عايز اقول لك ان رغم كل الحاجات اللي انت بتتكلم عليها ديت والظروف الصعبه والحظ السيء في الاصابات وغيابات و لكن انا في اعتقادي الشخصي كمان ان الاهلي في الفتره ديت قدم مردود طيب جدا يعني على بالزبط. مستوى الاداء، على مستوى يعني الدخول في المباراه بشكل كويس، كسبنا مباراه خسرنا مباراه والمباراه الثانيه الشوط الثاني شوط واحد بس اللي لعبناه يمكن وحش يعني صح. مش على قد مستوى الشوط الثاني المباراه اللي كان رائع يعني. طبعا كلامك 100% صح، ودي يمكن كانت مفاجاه للبعض يعني. خليني اقول لك ان اكيد عشان نبقى برضو منطقيين وواقعيين، ناس كتير من جماهير النادي الاهلي كانت متوقعه ان الاهلي في مباراه مونتيري هيخسر 1-2، احنا ناقصين 14 لعيب كلام من ده، لكن احنا شفنا الاهلي بشخصيته بشعار الاهلي بمن حاضر، فعلا كانت ملحمه ومباراه كبيره جدا قدر الاهلي هو يفوز فيها. مباراه بالميرس تفاصيل صغيره خسرتنا، اخطاء بسيطه صغيره هي اللي خسرتنا رغم برضو كل الظروف، فهي دي روح الاهلي.
لكن ما بالك بقى الروح دي بالعناصر الكامله لما انت عندك محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا مش معاك، يعني انت كل الظروف عطلتك. لكن في كل الاحوال وانا برضو عايز اكمل الحته بتاعت مستر بيتسو موسيماني، لان الراجل في الحقيقه كل فرصه في اي مؤتمر صحفي في هذه البطوله بعد بالتحديد الاخفاق امام بالميراس بيقول لهم يا جماعه احنا هنحاول مره ثانيه وهنقدر نحقق طموحنا في المره اللي جايه باذن الله. فالراجل نفسه خلي بالك دي رساله للبعض من يحاول ان هو يتكلم عن انتهاء العلاقه او كذا او كذا. انا اقصد اقولها والله عشان كده. اه هي مسج واضحه والله اقصد اقولها عشان كده. برافو عليك. ايوه بالظبط، يعني ناس كتير بتتكلم عن ان موسيماني هيمشي، اصل مش عارف العقد ايه، اصل اتفقوا على فلوس كام. والله العظيم يا كابتن اسلام الارقام اللي بتتقال مش حقيقيه. انا بقول لحضرتك معلومه من غير ما اقول تفاصيل، الارقام مش حقيقيه، المعلومات مش حقيقيه. مع كامل الاحترام والتقدير لكل من ان هو يحاول يجتهد، وارد ان انت تخطا ووارد ان انت تصيب في اي معلومه، ده هي دي شغلتنا. ممكن واحد يجتهد يجيب معلومه صح ويجتهد يجيب معلومه غلط، ده عادي، مش ما تعبش اي حد. لكن انا بقول لحضرتك وباكد لك معظم الكلام اللي اتقال خاطئ وعاري تماما من الصحه، والحقيقه ان شاء الله كلها هتتعرف قريب، وكل شيء وارد برضو بالمناسبه. لكن الدنيا ماشيه بشكل كويس، في ثقه كبيره جدا ما بين الجهاز الفني ما بين موسيماني تحديدا ومجلس الاداره، ومن هنا يعني ثقه متبادله ما بين الاثنين، والطموح واحد والاهداف واحده. فباذن الله قصه طيب. اكيد هتنتهي في وقت من اخيرا الأوقات. بكره طبيعي أمين الناس بتحاول دايما يا كابتن اسلام يعني تتكلم في الاتجاه معاك انا التاثر بشكل المسج وصلت تمام، من سواء من بيتسو موسيماني او من امير هشام. انا عايز اقول لك بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله ايه اللي هيحصل بكره؟ اليوم بيبقى ماشي ازاي؟ المباراه بكره هتبقى الساعه 3، يعني الساعه 5 بتوقيت الامارات، الساعه 3 بتوقيتنا هنا في القاهره، وبالتالي اليوم بيبقى ماشي ازاي؟ يعني في البدايه هيكون ميعاد الفطار الصبح، بعد كده هيكون الساعه 10 يعني بالتحديد، بعد كده الساعه 1:30 بالظبط ميعاد الغداء، بعد كده الساعه 3 هيكون زي مثلا سناك كده بالنسبه للاعبين، بعديه على طول المحاضره تمام، وبعد كده التحرك عشان يوصل الفريق قبل المباراه بساعه ونص وياخد هذا اللقاء الهام امام الهلال، والصعب جدا لان الهلال برضو امكانيات ما شاء الله كبيره طبعا. جدا جدا، لكن الاهلي باذن الله هيكون في الموعد وباذن الله يفرح جماهيره بالبرونزيه الموسم الثاني على التوالي باذن الله. ان شاء الله طبعا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قلته، وان شاء الله باذن الله منتظرين بكره ان شاء الله روح النادي الاهلي، وباذن الله تكون البرونزيه الثالثه باذن الله في تاريخ النادي الاهلي. امير بنشكرك شكرا جزيلا من ابو ظبي، شكرا جزيلا. طيب نرجع مره ثانيه للحنفي ويش، والحقيقه كل الكرو برضو انا حابب ان انا احيي طاقم العمل اللي موجود في ابو ظبي، الحقيقه عاملين شغل رائع. بكره ان شاء الله هيبقى اخر يوم في البطوله، وان شاء الله الحمد لله يا كابتن هاني خلال تغطية رائعه والله، تغطية رائعه كل البرامج صحيح. بيجي لي الفيدباك من كل الناس الحقيقه، ان الناس قد ايه مبسوطه باللي اتعمل في قناه النادي الاهلي خلال الاسبوع 10 ايام اللي فاتوا، من تغطيه من ساعه برنامج 10 الصبح لغايه الساعه 2 بالليل، وبالتالي ده واجبنا طبعا، وده كل البرامج القناه الحقيقه مهما كان، حتى برنامج المحترف مثلا بيتكلم عن حاجه اوروبيه وكذا، بيتكلم برده عن بطوله وبيتكلم عن اللي بيحصل واللي بيحصل هناك، وبالتالي الحمد لله والشكر لله كل قناه النادي الاهلي سعيده جدا. بان اهم حاجه بتجيلنا ان احنا الجمهور الحقيقه بيقول لنا بيشكر العاملين في القناه على هذا الامر، وده بقول لهم ان ده واجبنا، ده واجبنا، وده دايما اللي هنحاول نفضل نعمله على طول خلال الفتره القادمه. ايشو كنا بنتكلم عن النادي الاهلي ونادي الهلال بشكل عام، المباراه دي شايفها ازاي، وشايفين مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ازاي؟ انا شايف ان النادي الاهلي مش محظوظ، يعني احنا السنه اللي فاتت كنا شويه مكتملين اكتر بكتير من النسخه الحاليه، لكن للاسف اصطدمنا ببايرن ميونخ مرعب اوروبا والعالم كله، للاسف خرجنا من نص النهائي، مع ان احنا لو كنا قابلنا بايرن ميونخ اللي احنا كسبناه فعلا ضربات ترجيح كنا ممكن نوصل للنهائي ويبقى معانا فضيه، بس للاسف ده سيناريو اراده ربنا السنه اللي فاتت. جينا السنه دي بنشارك من غير 14 لاعب عندنا في قائمتنا، فدي حاجه احنا اثبتنا انها كلمه حقيقيه، فكره انه الاهلي بمن حضر فعلا اتطبقت، ان انت بتلعب والمدير الفني ماهاش صدفه، انت المدير الفني بيقول لك ان انا رايح اخد ميداليه مختلفه النهارده، قبل الكلام ده قبل البطوله خالص موسيماني قالها، فاذا هو الموضوع ما هو الصدفه، هو محضر ومذاكر ومنتري كويس ونجح ان هو يكسب 1-0، وكان ممكن يكسب اكتر من كده. بالتالي انت في اللحظه دي لما نيجي نسال ليله المباراه
كل جمهور الاهلي والاعلام الرياضي متوقعين ايه؟ لا كله خايف على النادي الاهلي. فاذا لما النادي الاهلي يروح ويكسب لا شابوه لكل رجاله النادي الاهلي اللي قدموا كل ما عندهم، وطبعا في مقدماتهم المدير الفني بيتسو موسيماني. فاذا احنا وصلنا للمرحله دي بعد جهد استثنائي، ان انت توصل في الغيابات دي والظروف دي كلها ده شيء يذكر فيشكر. فاذا انت المباراه الثانيه انت في ظروف برضو استعدت بعض الدوليين لكنهم مش جاهزين، انت جايين يعني مفيش اقل من 24 ساعه من مباراه نهائي افريقيا، وللاسف خسرنا فبرضو المعنويات يعني واقعه، فجينا ما هواش جاهزين 100%. فاذا ما اقدرش برضو اقول ان هم لعب بكامل قوتهم. فاذا المباراه دي بقى احنا انا بطالب انا عايز بس نقف عند ديت طبعا فضل. ما انجزه النادي الاهلي خلال الماتشين اللي فاتوا يحسب للنادي الاهلي ولعبه النادي الاهلي في ظل الاصابات والغيابات والمشاكل وكل دوت. بكره طبعا احنا شفنا او انتم كمان شفتوا مباراه تشيلسي والهلال، يعني نقدر نقول من خلال رؤيتكم وتحليلكم ايه اللي ممكن يتخاف منه الهلال، من فريق الهلال بكره على النادي الاهلي؟ يعني نخاف من ايه؟ ايه النقط اللي ممكن تقولها نقط محدده تقدر تقول لا ممكن يحصل مشكله بسبب هذه النقاط؟ ماشي، خلينا يا كابتن نبتدي الاول بالتشكيل المتوقع عشان تمام نتكلم عليه. هو الهلال غالبا بكره هيبتدي ب عبد الله المعيوف في حراسه المرمى، بيلعب 4-4-2-3-1، وبيلعب ب اثنين مساكين، باك شمال الاول ياسر الشهراني، جنبه مساك شمال علي البليهي، و الكوري هيونسو، ومحمد البريك كباك يمين، واثنين زي ما انت البريك كباك يمين تمام، وجوستافو في نص الملعب، ومحمد كنو كمركز 8، واربعه في الشق الهجومي، سالم الدوسري كجناح شمال، وموسى ماريجا كجناح يمين، وبريرا كبلاي ميكر، ومهاجم وحيد إجاله. الشكل دوت هو الاقرب لفريق الهلال. من الشكل دوت نقدر يا كابتن نستنتج ارقام، الارقام ديت هتوصلنا لمعلومه ان اكتر لاعب عمل نسبه باص في الماتشين بتوع الجزيره او الهلال كباص صحيح هو جوستافو. جوستافو عمل في الماتشين 122 باص. جوستافو بيمثل نقطه الربط ما بين خط الدفاع وبقيه الخطوط، هو اللاعب اللي بيسقط تحت شويه ما بين الاثنين مساكين وياخد الكوره ويطلع ينقل البلوك لقدام شويه، ينقل الفريق لقدام شويه. جوستافو لاعب مهم جدا، دوره ما يقلش اهميه عن محمد كانو لانه بيربط خط الدفاع بشكل جيد جدا وبيطلع بالكوره بشكل هايل، ونسبه الباص بتاعته في الماتشين 92%. لو جينا نشوف ان اكتر اثنين عملوا كروسات في الفريق دوت ياسر الشهراني. ياسر الشهراني هجوميا لاعب قوي جدا ولكن دفاعيا عنده مشاكل. الجونين اللي استقبلهم فريق الهلال في البطوله كانوا من ناحيه ياسر الشهراني. هدف الجزيره كان كوره في المساحه اللي ورا اتعمل كروس، وهدف تشيلسي استقبل الكوره بشكل غير صحيح في كوره ركنيه عمل فولونج لوكاكو بشكل هايل سجل منها هدف. لو جينا نشوف ان اكتر لاعب استخلص الكوره في البطوله لحد دلوقتي في الفريق دوت هنلاقي ان جوستافو استخلص الكوره لحد دلوقتي 22 مره كتاني اكتر لاعب استخلص الكوره، واكتر لاعب استخلص هو ياسر الشهراني 26 مره. الفريق ده يا كابتن مشكلته في الحركيه اللي موجوده قدام في الشق الامامي دوت. ياسر الدوسري سالم الدوسري وبريرا وموسى ماريجا وإجاله في حركية كبيرة جدا ما بينهم، دايما بنلاقي إن سالم الدوسري بيخش في الجزئية دي بيسحب نفسه في الجزئية ديت، بيسحب نفسه في الجزئية ديت كده وبيطلع ياسر هنا فيفتح الملعب يخلي فيه حلول كتير، بالإضافة إن بريرا قادم من الخلف هو محمد كانوا بشكل هايل جدا، كانوا بيسدد بشكل عظيم قوي يعني، ده بيزيد محمد كانوا بيزيد هنا فدايما تلاقي نقطه خطوره، بالاضافه ان هو قوي جدا في الكره. محمد كنو ده واحد من افضل المسددين يعني كنو من افضل المسددين في اسيا يمكن. مظبوط، وبيلعب بدماغه كويس جدا يا كابتن، هو طوله 192 سنتي بيلعب بدماغه كويس جدا جدا. فالفريق قوته هنا من وجهه نظري اولا في قدره الفريق الدايمه على الخروج بالكره تحت ضغط. نعم عندهم محمد كنو هايل بالخروج، حاجه كده كنترول على الكره
رائع، بالاضافه ان جوستافو دايما شايف الملعب، الباص في رجله مش بيطلع بشكل غير صحيح بسهوله، وده بيسهل نقل البلوك لقدام بشكل سهل وسلس. الجزئيه الاماميه ديت لازم ناخد بالنا بشكل جيد جدا من موسى ماريجا. موسى ماريجا لاعب بدنيا قوي جدا، علي معلول في مهمه قويه قوي على الباك دوت. موسى ماريجا لاعب بدني قوي، جسمانيا قوي قوي، في التحاماته شرس، لاعب ملتحم بشكل هايل قوي. ففريق الهلال هو كاسماء قوي جدا، كمنظومه من الفرق اللي في اسيا اللي تحب تتفرج عليها، شكله حلو دايما في الملعب. لو جينا نشوف بقى الهلال بيركز في الكرات في طريقه اختراقاته والمحاولات ازاي، معانا صوره لمحاولات الهلال في ماتش الجزيره. قبل بس ما نسيب الصوره دي، لان الصوره دي مهمه جدا برضو يا كابتن هاني، لان حضرتك كنت بتسال على اهم ما يميز نادي الهلال. ماريجا الحقيقه واحد من اللاعبين اللي بيتميز ان هو بيبقى صانع العاب تاني، سوري راس حربه تاني، بيخش جوه مع جنب طبعا راس الحربه النيجيري كمان. وسالم الدوسري يا كابتن بيعمل نفس الموضوع دوت، شفناه في ماتش الجزيره الهدف الخامس، بيسحب نفسه دايما جنب ايجاب. بالظبط ده انا بشوف ان هو لو ناحيه الشمال ده بيبقى اهم حاجه، الاثنين دول لما بيبقوا في ال 18 ووراهم كينو ووراهم فيريرا، الرباعي ده بيبقى مؤثر بشكل كبير، قريبين من الجون موجودين في ال 18 وبيوسعوا كمان للباك الشمال بيطلع والباك اليمين بيطلع. واعتقادي الشخصي ان هو في وقت من الاوقات كمان الطريقه بتتقلب ل 4-1-4-1، يعني مظبوط. في فترات كتير في اغلب الماتش كانوا بيلعبوا كده. وياسر الشهراني عنده مشكله دفاعيه برضه يا كابتن، بس اللي مساعد ياسر الشهراني انه قدامه جناح استثنائي كلاعب تكتيكي اللي هو سالم الدوسري. سالم الدوسري في ماتش تشيلسي استخلص الكوره 15 مره، جناح هو اكتر لاعب استخلص الكوره في المباراه كلها، احسن لاعب في اسيا وجناح، فده مساعد كتير الشهراني. الشهراني باك دفاعيا مش قوي، قوي هجوميا ولكن دفاعيا عنده مشاكل، سالم الدوسري بيساعده بشكل هايل قوي. فنقاط القوه في الفريق دوت ممكن تتلخص من رايي انا في محمد كانو، حاجه هايله جدا في نقل الفريق التكمله ورا التكمله الهجوميه صحيح. وسالم الدوسري، سالم الدوسري لاعب ممتع، لاعب عنده حلول دايما، لاعب بيخش جوه الصندوق بشكل ايجابي على المرمى، عنده القرار على الجول هايل. إيجاله طبعا لا كلام على إيجاله هداف 2019 أمم أفريقيا، وإيجاله برضو ديات حالات، لا راس حربة متميز طبعا. احنا كده عايزين الصورة اللي هي المحاولات ماتش تشيلسي، دي ماتش الجزيرة بيخترقوا منين، محاولاتهم منين. في ماتش الجزيرة هما مش ما بيلعبوش على الأطراف كتير يا كابتن، مش بيلجأوا للأطراف كتير، يعني في ماتش الجزيرة حاولوا 12 مرة من العمق، 2 و8 و2، ما حاولوش من على الطرف الشمال كتير، حاولوا 3 محاولات من على الطرف اليمين ومحاولتين من على الطرف الشمال. وفي برضه في ماتش تشيلسي، ماتش تشيلسي حاولوا من العمق 6 مرات ومن الاطراف مره، 3 في الناحيه الشمال وفي الناحيه اليمين 4. هما فريق بيركز على العمق بشكل اكتر من الاطراف، خطورتهم في العمق، لذلك دور اليو ديانج وحمدي فتحي ونص الملعب بشكل عام مهم جدا جدا في جزئيه العمق دي. الفريق دوت بيلعب في المساحات اللي في القلب بشكل هايل. تمام، ومن هنا نروح بقى لتشكيل النادي الاهلي المتوقع، اللي هو طبعا من وجهه نظري الشخصيه اكيد مش بنقول نحرق حاجه، تتفرج علينا انت كل يوم مع هذا التشكيل من وجهه نظر بالظبط ايشو بعيدا عن اي حاجه مش قوات الاهلي طبعا حارسنا علي لطفي اللي نتمنى له طبعا كل التوفيق، لان هو لازم يكون مباراه عمره، يعني احنا ننتظر منه ان شاء الله بكره يكون في قمه تركيزه، لانه المباراه دي هتكون بجد مهمه جدا في تاريخه. وخلي بالك علي لما بيتحط تحت ضغط في مباراه الزمالك مثلا بالظبط، انقذ بلانتي وانفراد افضل لاعب في المباراه في 6 يارد، مباراه الزمالك اللي انقذ فيها ركله الجزاء، وانقذ فرصه بعدها في تقدمنا امام ممتاز. برافو عليك، ده فرصه دي من فرصة الحاجات الصعبه جدا، سيناريو المباراه كله فاحنا بالظبط احنا منتظرين منه بقى اداء من النوعيه دي. بالظبط عندنا 3-4-3 المفضله بتاعتنا حاليا، عندنا ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم الدولي المنضم لينا عائد يعني، ورامي ربيعه ده ثلاثي الدفاع. بعدين عندنا محمد هاني وعلي معلول، مفيش خلاف على دول، لكن هنختلف بقى هنا لاني شايف انه حمدي فتحي واليو ديانج، وهنريح الثلاثيه شويه في الشوط الاول. تمام، والثلاثي الهجومي هو مفيش خلاف طبعا اظن يعني على وجود طاهر وشريف واحمد عبد القادر، اللي هو طمنا الحمد لله ان هو سليم. ليه انا هنا بقول نريح السوليه بره شويه؟ اولا السوليه اصلا مش جاهز 100%، يعني شفناه بعد طبعا هو كان من اللعيبه الاساسيه، هو اصلا كان رايح مصاب، يعني السوليه يا جماعه لو نفتكر ماتش نيجيريا ما لعبش عشان هو كان مصاب اصلا،
فهو الراجل تحامل على نفسه واستعجل عودته عشان يلحق مع المنتخب، فرجع بعد طبعا المباراه النهائيه وكده، ورجع ما قدمش اللي عنده لان هو الراجل مش جاهز بدنيا. فاذا انا ليه اضغط عليه وانا اصلا مش محتاج، لان انا دلوقتي هقول السيناريو اللي انا اتمناه واتوقع انه يحصل اصلا، انه احنا مش هنبدا المباراه بجيم هجومي، لا احنا هندافع برضه، مش هنبدا من حيث انتهينا. يعني خلينا نتكلم برضه عشان الناس ما تفهمش غلط، ان احنا نبدا ندافع مش دفاع، ان احنا يعني لا هنبقى مش لمجرد الدفاع او مش هدف الدفاع، التحولات الدفاعيه بالظبط. نتكلم على ان احنا ممكن اسلوب. جدا حمدي فتحي واليو ديانج بيكون افضل، وعمرو السوليه ورقه معاك يعني بالظبط كده، لان انت اصلا معلش يعني انت اللعبه الثقيله اللي فعليا عندك دلوقتي هيكون عندك عمرو السوليه وليد سليمان وحسين الشحات. ولكن هنا يا كابتن معلش عشان برضه قد يكون هناك اختلاف في الاسماء عشان نبقى عارفين طبعا الرسمي هنعرفه بكره، لكن يعني امبارح مثلا انا كان معايا ثابت كان بيقول ان هو هيلعب بحمدي فتحي ورا ورامي ربيعه هو اللي هيريح وعمرو السوليه هيبقى مع اليو ديانج، وبالتالي هو ده كل افكار. وحتى يعني موسيماني دايما بيفكر بطريقه ممكن جدا يلعب ثلاثة من ضمنهم حمدي فتحي ويلعب بعمرو السوليه ويلعب باليو ديانج، بس الفكره انه اعتقد ان ده الاقرب، يعني اعتقد ان حمدي هيبتدي مهم. حمدي اكيد طبعا رايي يعني مهم جدا حمدي، ورا حمدي في العمق بالذات بيدي تقل للاثنين. هيلعب عبد المنعم اول مره يلعب مع الفريده، دي نقطه برضو لازم الناس تلتمسها. عبد المنعم ده اول مباراه هيلعبها وسط المنتخب، كان اول مباراه هيلعبها مع المنتخب بالزبط. بس خلينا نتكلم ان عبد المنعم لو لعب اعتقد يبقى سيرد باك ناحيه اليمين، مش ما يبقاش في النص يعني مظبوط كمان النص. اعتقد حمدي اقوى وهيكون اتقل في الجزئيه دي. هو انا كويس، كل اللي يهمني حير الناس يعني حير اللي يعني الاهلاويه بالظبط الاهلاويه. فاحنا اللي يهمنا كله اصلا هو عمق الملعب، لان زي ما احمد قال هو الفريق ده عنده قوه ضغط رهيبه، هو كل تركيزه في نص الملعب بيضغط من العمق وبيخترق من العمق، فاحنا عايزين نقفل النقطه دي. فعندنا الاثنين دول اهم لعيبه عندنا عشان يقفلوا المركز ده، وبعدين هيكون عندنا السيناريو اللي انا متصوره. هو ما هوش اسلوب دفاعي لمجرد الدفاع، ما هو انت تشيلسي نفسه اصلا كسب بطوله دوري ابطال بالدفاع، يعني هو فكره اللي هو الاسلوب الدفاعي ده ما هوش عيب يعني. لا بالعكس، انت في مقوله ديفنت وين، يعني دافع كويس عشان تكسب. وبعدين انا الفكره هنا برضو اليو ديانج على فكره عمل اسيستات برضو، يعني هو مش كتير، هو عمل 7 اسيستات مع الاهلي في اكتر من 103 مباراه، لكن في الاخر هو الراجل برضو لما المشات اللي هو انت بتلعب فيها على المرتده، يعني ماتش سان داونز، ماتش الترجي، ماتش الوداد، عمل لو نفتكر مثلا عمل مرتده من الناحيه دي بالظبط كده لحسين الشحات، كوره ثانيه لمحمد شريف كان اخترق وبيزيد، حتى الماتش اللي فات برده مع بالميراس اخترق من العمق وعدى كده كام لاعب، لكن للاسف اتقطع منه في الاخر او طلعت ركنيه. فاذا هو عنده القدره دي بالزياده طبعا، بيزيد احيانا بيسدد زي ما شفنا في الزمالك، واحيانا بيباصي، فهو ان شاء الله برده عنده الحته دي، يعني الحته اللي هو ايه البوكس تو بوكس شويه. هو ما عندوش اللي هو العقل بتاع السوليه، اكيد السوليه صانع لعب يعتبر، لكنه عنده برضه حته الباص اكتر من كمان حمدي فتحي. فاذا احنا هنا عندنا العنصر نص الملعب هو نقطه قوتنا، واحنا هنعتمد طبعا على المساحات اللي ورا دفاعهم، خصوصا بقى الظاهرين هم هيبقى متقدم. هو خد بالك هو اصلا عمل صفقات، يعني الفريق اصلا قيمه السوقيه بتاعته 60 مليون استرليني مقابل 30 مليون، يعني هو ضعف القيمه السوقيه النادي الاهلي. فهو عامل صفقات قويه جدا عشان هو كان اصلا عايز ياخد البطوله اساسا، هو جاي ياخد البطوله. لكن احنا دلوقتي احنا عندنا العنصر بقى بتاع الفانيلا الحمراء، احنا بجد اللعيبه عندنا اصلا معظمهم وطنيين، معظمهم يعني مصريين، ما هوش محترفين، ما عندناش حتى عندنا غير دلوقتي ديانج ومعلول، لكن في الاخر احنا عندنا اللعيبه مطالبه انها تفرح المصريين، خصوصا المصريين مغتربين، يعني دي رسالتي للعيبه بجد. صحيح. يعني اللعيبه اكيد حضراتكم عارفين ان هو المصريين في السعوديه والخليج طبعا بيحب اول ما تشد دي ان هم يفتخروا بناديهم، خصوصا ان احنا طبعا تاريخنا امام ما خسرناش مباراه رسميه امام حتى البطوله العربيه يعني امام الهلال، فان شاء الله نحافظ على السجل ده وتكون برضو الانتصار الثالث بكره ان شاء الله. طيب حنفي برضو اذا كان هناك مقارنه نقدر نعملها، فمش هنقدر نعمل مقارنه ما بين الفريقين، لانه الحقيقه الفريقين كل واحد بيلعب في قاره وكل واحد بيلعب في دوري وكل واحد، ولكن لو قلنا مقارنه ما بين الفريقين في ارقام في ارقامهم في هذه البطوله اعتقد هتبقى عادله شويه. معانا ارقام يا كابتن الفريقين في البطوله. انت عايز تعمل حاجه الاول هنا في النقط دي؟ انا عندي بس تعليق على تشكيل النادي الاهلي. انا عندي ان في الوسط ليه لازم عمرو السوليه في الماتش ده، لان الاهلي غالبا هيلاعب الهلال ان انا هدعي للضغط وهلعب من وراه
في المساحات الخلفيه، لان هو بيلعب البلوك بيقدمه قدام شويه لنص الملعب. فاذا وجود عمرو السوليه في نص الملعب مهم، لان عمرو السوليه من اليو ديانج وحمدي فتحي هو اللاعب الوحيد القادر ان هو يلعب لك لونج بول متقن في توقيت مهم، ودي قيمه عمرو السوليه في نص الملعب، مطور لشكل الهجمه بشكل غير عادي. وهم بيلعبوا هاي بريس يعني بيقدموا البلوك لقدام، فدايما وراهم مساحات، محتاج جدا للعب لعب اللونج بول، بيلعبها ثلاثه في الاهلي بشكل هايل جدا، ايمن اشرف ومش موجود، علي معلول وموجود، وعمرو السوليه. فانا من وجهه نظري صعب تخسر اللاعب اللي بيلعب لونج بول بشكل هايل في نص الملعب في جيم زي ده، فوجود عمرو السوليه في الماتش ده مهم. عمرو السوليه لاعب بيفرق في شكل الهجمه بتاع النادي الاهلي، في خروج الكره نفسه بيفرق. في ظل عدم وجود عمرو السوليه، الاهلي تحت ضغط بيكون عنده مشكله في الخروج بالهجمه، فوجود عمرو السوليه في نص الملعب قدام الهلال من رايي انا مهم جدا، مهم جدا جدا. هو السوليه لو سليم 100% اكيد مفيش تفكير، يعني هو السوليه هيلعب. كلها وجهات نظر، وعلى حسب طبعا زي ما بنقول، طبعا كلها وجهات نظر وكلنا بنتكلم، لكن اكيد بيتس موتسماني عنده السيناريو، عنده طبعا الفكره في دماغه. كمان اطمنا على احمد عبد القادر، لان كمان ده لعيب مميز جدا، ان شاء الله يكون له دور كمان مهم بكره ان شاء الله في المباراه اكيد. يعني بالاضافه لمحمد شريف يا كابتن، محمد شريف طبعا من وجهه نظري مهم جدا يا ابني. شريف طبعا حاليا مش معاك مهاجم سترايكر تسعه يعرف يشتغل في الصندوق غير شريف. الماتش اللي فات كان عندنا مشكله في وجود طاهر بيتحرك بره الصندوق كتير، بيلعب بره الصندوق كتير، كان ثلاث كروسات في الشوط الاول في ماتش بالمراس لعلي معلول، الثلاثه ما فيش ولا واحد في الصندوق من النادي الاهلي. دي مش عشان حاجه، عشان طاهر دايما بيخرج يشتغل بره الصندوق، عشان احنا كنا عايزين الوينج رايت او الوينج ليفت بالظبط كده. وجود شريف بيعمل لنا ازعاج في الصندوق. شريف لاعب هداف، لاعب بيعرف يجيب جول، لاعب بيعرف يشتغل في الصندوق بشكل هايل جدا، ولاعب كمان خلي بالك النقطه بتتكلم عليها، بيقدر ياخد الكوره من ورا المدافعين بشكل كويس بالظبط كده. يعني هو لاعب بيعرف الكرات كتيره جدا، وصلنا ايمن اشرف عملها له كتير جدا، عمرو السوليه. كابتن هاني ان بكره اللعب، يعني انت لو كسبت الهلال ان شاء الله بكره هتكسبه باللعبه اللي حضرتك بتقول عليها، الجزئيه ديت انك تلعب ورا خط الدفاع بتاعهم، هم طريقه لعبهم كده هاي بريس، بيلعبوا وبيسيبوا مساحات كبيره جدا في ظهرهم. يعني انا ما اعرفش، انا اتفرجت على المباراتين دول وكنت بتفرج، انا بتفرج على الهلال يعني في مباراه الدوري السعودي بس، يمكن فاتني كام مباراه، لكن لا الهلال بيلعب مع انساعه 20 جول في 17 ماتش يا كابتن. نعم 20 جول في 17 ماتش بالظبط، نسبه بالزبط كبيره قوي من الاهداف فعلا بالزبط. بسبب ان البلوك دايما بيكون واقف هنا بالظبط كده في الجزئيه دي كده. فدي مشكله محمد شريف بيعرف يتحرك في الحته دي كويس، بيعرف يسرق ورا المدافعين كويس، فوجود شريف بكره في منتهى الاهميه، وجود عمرو السوليه في نص الملعب ده شيء بشوفه احد اهم المفاتيح اللي لازم تكون موجوده بكره. حمدي فتحي مش هينفع اخسره في جيم زي ده، لان حمدي فتحي لاعب مجتهد قوي، لاعب تقدر تراهن عليه لاخر دقيقه بدنيا، فوجود حمدي فتحي في العمق لا هو عامل مهم قوي قوي ان هو يكون موجود في قلب الدفاع عندي في ظل غياب بدر بنون وايمن اشرف. خلينا نروح بقى للمقارنه اللي احنا كنا بنتكلم عنها يا حنفي. تمام، معانا مقارنه كابتن للفريقين في البطوله لحد دلوقتي. المباريات لعبوا، المقارنه قدامنا، المباريات لعبوا 2 والهلال 2، فوز 1-1، خسارة 1-1، الأهداف الأهلي سجل هدف والهلال سجل هدفين، الأهداف المتوقعة الهلال سجل 6 الأهداف المتوقعة 2-8، الأهداف المتوقعة للهلال 6-3. في الإكس جي هنا يلفت نظرنا حاجة، ليه الأهداف المتوقعة للهلال أكتر كتير قوي من النادي الأهلي؟ هقول لحضرتك يا كابتن، الإكس جي بتاعنا 2-8، سجلنا هدف واحد، ده معناه ان احنا قدام الجون عندنا مشكله بسبب غياب محمد شريف، بسبب غياب الاسترايكر الصريح. عكس الهلال 6-3 سجل 6، شوف مدى استغلالهم للفرصه، دي نقطه مهمه جدا للنادي الاهلي، ودي من وجهه نظري بسبب غياب المهاجم الصريح محمد شريف. طبعا بسبب الغيابات الكتيره، مش مهاجم بس خلي بالك بالظبط، بس وجود شريف يا كابتن مهم قوي 100%. انا معاك، ولكن انت لما يبقى عندك 14 لاعب مش واحد ولا 2 ولا 3، يعني انا ممكن اقول ايه واحد يا كابتن هاني، حضرتك تقول لنا الكلام ده، لان انت يعني لا طبيعي، انت ما بتغيب منك في فرق لما بيغيب منها 2 3 لعيبه خلاص الموضوع بينتهي، لكن انت عندك 14 لعيب وعندك اصابات كتيره جدا، فبالتالي كمان الامور هتبقى صعبه. مش الارقام ديت هي ارقام النادي الاهلي، انا في رايي لو النادي الاهلي بكامل نجومه، النادي الاهلي بسهوله جدا، مش بسهوله جدا لكن كان من الطبيعي يكون موجود في المباراه النهائيه. بالظبط، انا هو ده اللي انا عايز اوصل له يا كابتن، ان انت عندك غيابات كثيره جدا بسبب ظروف مختلفه بقى، ما بين كورونا وما بين اصابات وما بين منتخب قبل كده، لكن في النهايه انت لو انت كامل والامور عاديه
زي السنه اللي فاتت. اعتقد مش من السهل يعني تطمن كمان، وكنت هتبقى واثق في الفريق ده وتراهن عليه لمدى ابعد كمان. انت كفايه صوت الشناوي يعني. الغيابات كانت مؤثره. المحاولات 24 منهم 9 محاولات بين الثلاث خشبات، 31 محاوله للهلال منهم 14 بين الثلاث خشبات. التمريرات المفتاحيه 19 النادي الاهلي، 21 الهلال. المراوغات 22 للنادي الاهلي منهم 16 بشكل صحيح، الهلال 24 منهم 15 بشكل صحيح، العرضيات 25 منهم 10 بشكل صحيح. عرضياتنا متقنه، عرضيات النادي الاهلي عنده العرضيات دي نقطه قوه مهمه جدا بسبب وبفضل اهم جناح شمال موجود في افريقيا هو علي معلول. علي معلول طبعا. الهلال 25 عرضيه منهم 9 فقط بشكل صحيح، التمريرات 935، الاكيورسي 82%، الهلال 938 بنسبة 81%، تمريرات طولية 92، النادي الأهلي بنسبة 40% صحيح و89% 89 الهلال منهم 37% صحيح. فقدان الكرة، فقدنا الكرة 59 مرة في البطولة لحد دلوقتي، والهلال فقدها 71 مرة. استخلاص الكرة 190 مرة والهلال 194. ضربات الجزاء ما اتحسب لناش ولا ما اتحسبش علينا ولا اتحسب على الهلال. ضربات جزاء لينا ما اتحسب لناش، الهلال خد ضربه جزاء في ماتش الجزيره. الهلال فريق على مستوى العامل الشق الهجومي فريق مزعج يا كابتن. الارقام بتقول بالظبط كده، فريق استغلاله للفرص هايل جدا، عنده عناصر قدام على الجون ايجابيه بشكل هايل. سالم الدوسري، موسى ماريجا، ايجالو، بريرا، محمد كانو اللي بيجي من نص الملعب القادمين من الخلف، دي نقطه مهمه جدا عندهم. اخيرا نعيشه، متوقعاتك ايه الماتش بكره؟ انا متوقع ان شاء الله ان احنا اللعيبه هتقدم افضل ما عندها، وان شاء الله يوفقوا في انها تكون النتيجه ان شاء الله لصالحنا في استغلال المساحات والمرتدات اللي احنا هنعملها ان شاء الله. فاتوقع ان شاء الله نتيجه ايجابيه، يعني احنا انا بطالبهم بيها اصلا، يعني ان شاء الله احنا هنحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله بكره. حنفي، انا بتفائل بيك كابتن اسلام بصراحه. انا كنت اتفائلنا في امم افريقيا لو تفتكر، كان ماتش كوت ديفوار. في ماتش كوت ديفوار والماتش اللي بعده برضه ماتش المغرب، كان ايشو برضه كان هو اللي ايشو كان متشائم. لا انا كنت متشائم، لكن الملوخيه، عارف الملوخيه الغوامق. كان دايما كابتن اسلام بيراهن على المنتخب الحقيقه، وكان دايما مدعمه. والاهلي ده حياتنا، ف يعني بنراهن عليه بجد، يعني اللي هو بنبقى سعداء جدا. اولا احنا المباراه بكره هنشوفها، هنتفرج عليها وهنلعب، والنادي الاهلي هيلعب، وطبعا نفسنا ان النادي الاهلي يكسب في هذه المباراه المهمه جدا والصعبه جدا. ولكن لا قدر الله برضو يا كابتن هاني، عشان مفيش شك، خلينا زي ما انت بتقول لا قدر الله، لو ما كانش في حاجه، كل المطلوب من لعيبه النادي الاهلي انها تقاتل جوه الملعب. صدقني القتال جوه الملعب وانك تحارب لاخر دقيقه ده مهم جدا جدا جدا. كلنا طبعا نتمنى الفوز للنادي الاهلي مفيش شك، لكن يبقى النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الروح والاداء لاخر دقيقه، ولو ربنا كرم وكسبنا يبقى انجاز كمان. انا بعتبر ان شاء الله باذن الله الوصول للبرونزيه الثالثه بتاريخ النادي الاهلي في ظل الظروف دي كلها كابتن اسلام، صح، اعتقد هيكون انجاز كبير جدا نتمناه ان شاء الله للنادي الاهلي باذن إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بشكرك جدا يا حنفي، انا بشكرك جدا يا نعيش، وان شاء الله بكره يا رب ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بالميداليه البرونزيه الثالثه والثانيه على التوالي. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا نجم كبير، النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. امير عبد الحميد لعب كاس عالم، هنعرف بقى بيبقى دايما تفكيره تفكير اللاعب في الوقت اللي هيلعب فيه، وامير كان موجود في الميداليه البرونزيه الاولى للنادي الاهلي، وبالتالي هنفهم منه ايه اللي هيحصل بكره واللعيبه بتفكر ازاي يا كابتن. احساس بقى اللعيب في نفس البطوله، مر بنفس البطوله وظروفها ايه، وامير طبعا يحكي لنا كمان ان شاء الله باذن الله احساسه ايه للبطوله باذن الله. بعد الفاصل نستقبل الكابتن امير عبد الحميد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم، واحد من النجوم الكبار اللي لعبوا للنادي الاهلي وخد برونزيه كاس العالم العادي، يعني يا كابتن هاني يعني في السكه كده، في السكه كده هو ماشي. ازيك يا ميرو؟ حبيبي يا كابتن، مبارك ايه؟ انا سعيد جدا، شرف ومنور. معلش انا دايما بقدمك بشكل مختلف عشان احنا اخوات يعني، فبالتالي حبيبي يا كابتن طبعا برحب بحضرتك، وطبعا كابتن هاني كابتن رمزي، وسعيد جدا انا معاكم النهارده، وطبعا دايما ببقى سعيد وانا موجود في قناه النادي الاهلي. يعني كابتن هاني بعد اذنك اتكلم بس، لانه النادي الاهلي النهارده او الاهلي بيرفع للفيفا 4 نقاط غير عادله في مونديال الانديه، وده نزل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. وفد النادي الاهلي برئاسه المهندس خالد مرتجي الذي شارك اليوم في الاجتماع الفني الخاص بمباراة تحديد المركز الثالث التي تقام غدا بملعب النهيان، عبر
عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الهلال السعودي، وأن ما بينهما من أواصر حب وارتباط أخوي أكبر من أي نتيجة مباراة، وأن لقاء الغد ما هو إلا جولة في إطار المنافسة الشريفة، متمنيا أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين ويشرف الكرة العربية في مونديال الأندية. وخلال الاجتماع طلب وفد النادي من اللجنة المنظمة أن ترفع إلى فيفا رسميا العديد من النقاط الغير عادلة في تنظيم بطولة العالم للأندية، وذلك بوصف الأهلي صاحب الرقم القياسي للمشاركة في هذه البطولة 7 مرات. وأولى هذه النقاط تمثلت في نظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أفضلية بالمشاركة في الدور قبل النهائي بشكل مباشر، في الوقت الذي يشارك فيه بطل أفريقيا وأسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة بل وينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. النقطة الثانية بخصوص الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي وفقدانه 9 من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الأفريقية، وهو أمر لم يكن بمقدور فيفا أن ينفذه إذا ما كان يتعلق ببطولة الأمم الأوروبية. النقطة الثالثة تكمن في الإنذارات التي يحصل عليها لاعبو الأندية التي تشارك في الدور الأول، حيث يتم تصعيدها للأدوار التالية، وبالتالي من الممكن أن تفقد هذه الأندية لاعبيها الذين حصلوا على بطاقات. في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي مباشرة، ولا يكون أي منهم قد حصل على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي تشارك في عدد أكبر من المباريات وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى. النقطة الرابعة وخاصة بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ومستوى البعض منهم والأخطاء التي يرتكبونها في المباريات، مثل ما حدث في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، وضم وفد النادي الأهلي كل من المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن سعد الحفيظ مدير الكرة، كابتن سمير عدلي المدير الإداري، كابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وحنان الزيني مدير اللوائح، واللواء علاء صلاح المسؤول الأمني. إذن ده كان النص الحقيقة لما حدث النهاردة في الاجتماع الفني يا كابتن هاني. ده شيء مهم، ده شيء مهم جدا جدا، زي ما احنا بنقول كان لازم النادي الأهلي يعمل كده. ده طبعا النادي الأهلي طبعا المهندس خالد مرتجي طبعا على دراية كاملة وعلى علاقة طيبة جدا بالفيفا، وبالتالي كان 4 نقاط مهمة جدا 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 شرحها النادي الأهلي، أبرزها طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيها إسلام، وهناخد برضو رأي أمير فيه، يعني التكافؤ الفرص، إزاي بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية ييجوا على المباراة نصف النهائية، بطل أفريقيا وأسيا عندهم أدوار تمهيدية، ده طبعا نقطة لازم الفيفا تاخد بالها. والنقطة كمان الأهم اسلام ان احنا بنتكلم على يعني على اللعيبه اللي بتتوقف، يعني انت خلاص انت كده كده بتلعب مباراه ومباراتين عشان توصل للمباراه النهائيه، وبالتالي تكافؤ الفرص كمان في عمليه الانذارات لازم يكون موجود. وقال نقطه مهمه جدا، هل يا ترى لو كانت بطوله امم اوروبا هتتلعب كان ممكن جدا الفيفا يوافق على هذا الميعاد؟ ما اعتقدش، لان في اعتقادي الشخصي كان هيبقى فيه تاجيل شويه لهذه البطوله يتوافق مع بطولة أوروبا، وبالتالي كمان هنرجع لنظرة الفيفا للبطولة الأفريقية اللي لازم تتغير بشكل كبير جدا. البطولة الأفريقية من أفضل البطولات على مستوى العالم، بيشارك فيها أكبر لاعبي العالم اللي بيشاركوا في الدوريات الأوروبية بشكل كبير، وبالتالي كان مهم جدا جدا، وشابوه وتحية للنادي الأهلي للفت نظر الفيفا في 4 نقاط مهمة جدا جدا. والنقطة الرابعة أمير كانت الحكام، وإحنا تأثرنا بالتحكيم بشكل كبير جدا في المباراة الأخيرة أمام بالميرس، وخصوصا في ركلة الجزاء. حتى لو يعني احسب لي ركلة الجزاء تضيع أو ما تضيعش، تيجي أو ما تجيش، تكسبني أو تخسرني مش مهم، لكن في النهاية اديني حقي. هو أساسا يا كابتن كمان طبعا بالنسبة للبيان ده مهم جدا، لأن التوقيت زي ما قلنا كان صعب جدا. أنت يعني بتتكلم في بطولة كبيرة زي ما حضرتك قلت وكابتن إسلام، بطولة أمم أفريقيا بطولة كبيرة جدا، وعندك بطوله برضو مهمه جدا كاس عالم الانديه، فطبيعي ان انت لازم يشوفوا حل بالنسبه للتوقيت بالنسبه للمشاركه، لان انت عندك لعيبه مهمه جدا دوليه موجوده مع المنتخب، وبالتالي انت في الظروف اللي موجوده بتاعه كورونا والى اخره، فانت
يعني وده اللي حصل في كاس العالم للانديه. انت غاب عنك حوالي 8 لعيبه وفي اصابات وفي ناس جالها كورونا 14 لعيبه. فانت عندك اكيد يعني عدد كبير وهائل من اللعيبه المميزه جدا في مع المنتخب والنادي الاهلي. فبالتالي انت كنت النهارده يعني النادي الاهلي يعني اسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا ويمكن اكبر الانديه اللي مشاركه في كاس العالم للانديه، فكان لازم يشوفوا حل لده. فطبيعي ان النادي الاهلي باسمه الكبير اللي هو لازم يحتاج في حاجه زي كده ولازم يشوفوا صرف الكلام دوت، لان طبعا بطوله مهمه زي دي انت بتلعب غيابات. والنادي الاهلي يعني احنا ثالث العالم انديه مرتين نسختين، وبالتالي المره دي كان عندنا امل ان احنا نعدي المرحله دي. فلكن غير لون الميداليه بالظبط. فيعني وخصوصا ان احنا يعني ده قلقنا شويه، يعني خلينا واقعين، قلقنا شويه قبل البطوله ان عندك غيابات مهمه جدا، عندك اصابات، وفي نفس الوقت داخل على بطوله مهمه جدا غيابات وفي شباب طالع معاك ومش تلعب بشكل اساسي. ولكن احنا عارفين طبعا النادي الاهلي بمن حاضر، والنادي الاهلي اي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد هيأدي بشكل كويس ويأدي بروح النادي الاهلي. لكن طبيعي ان احنا كنا قلقانين شويه قبل البطوله، لكن طمعنا بعد اول لقاء ماتش المونتيري طمعنا خلاص انك انت هتعدي. فكان عندنا امل كبير جدا ان احنا نكسب ماتش بالميراس بحيث ان احنا نوصل الفاينل نعدي الميداليه زي ما قلنا، وكان عندنا طموح شرعي لان انت كمان فرق علي معلول كمان وديانج اللي هم انضموا لينا، وطبعا اللعيبه حتى الدوليين اللي منضمين ليك منضمين قبل الماتش بيوم، وناس تعبانه وناس مرهقه في عدد مهول من اللقاءات الدوليه، فاكيد اثر بالسلب على ده. لكن كنا نتمنى وطمعنا ان احنا نوصل للفاينل، ولكن انا بقول الحكم اتكلمت طبعا كل طموحاتنا على مستوى الاداره على مستوى اللاعبين والجهاز الفني ان احنا كنا رايحين ان احنا السنه اللي فاتت برونزيه، السنه دي على الاقل تقدير نوصل المباراه النهائيه. بالظبط مرينا بظروف صعبه جدا، فانا في اعتقادي ان شاء الله باذن الله البرونزيه دي كمان هيكون ليها طابع مختلف. اكيد هتكلمنا كمان على البرونزيه اللي انت كسبتها امير، وكانت اعتقد زي ما كابتن اسلام قال كان اول برونزيه للنادي الاهلي. عشت ده ازاي؟ كنت عايش اليوم اللي قبل المباراه ازاي؟ بص يا كابتن، هو طبعا احنا يعني النادي الاهلي شارك بشكل مميز وفي نفس الوقت بعدد نسخ كبيره جدا في كاس العالم للانديه، يمكن اكيد كان في اخفاقات وفي نجاحات. طبيعي. الاخفاقات كانت في البدايه خالص، يمكن اول بطوله كانت موجوده سادس. اكيد ما كانش عندنا خبرات، غلبنا الماتشين بالظبط. وخلي بالك يا كابتن الجو اول مشاركه الجو صعب جدا، اليابان اول مشاركه والبلد والتوقيت، يعني كان الكابتن اسلام عارف الكلام ده. احنا قعدنا 4-5 ايام بننزل التمرين بننام، قاعدين بنتغدى بننام، قاعدين في المحاضرات بننام، محدش طايق حد اللي هو طبعا فرق التوقيت انت مش متخيل. نبص لبعض كده بالظبط اللي هو فرق توقيت فظيع. فبالتالي خدنا مركز السادس، وبعد كده لما بقى رحنا بدري وبعد كده خدنا خبرات واستفدنا من اللي فات، والحمد لله خدنا ميداليه برونزيه. كانت بالنسبه لنا كانت حاجه كبيره جدا انك انت بتاخد ثالث العالم وفي نفس الوقت كنا مستعدين كويس جدا. فاكر الاستقبال؟ طبعا. فاكر الجمهور؟ طبعا. فاكر الاتوبيس المكشوف؟ طبعا. كمان يا كابتن اسلام اللي قبليها احنا رحنا كابتن هاني معسكر في اليابان، وقعدنا لعبنا ماتشات وديه لو تفتكر. يعني رحت قبليها بفتره بقى عشان بقى تاخده خلاص. المره 7-9 هو قال لك لازم قبلها باسبوع او قبلها ب 24 ساعه. يعني قبلها باسبوع يا اما قبلها بيوم على طول. قبلها بيوم على طول، يعني احنا مثلا مسافرنا اثيوبيا لو تفتكر سوبر سافرنا قبل الماتش باقل من 24 ساعه. ليه؟ لان كان عندنا دوري. بالظبط. هو انت عشان تتكيف على الجو يا اما على طول يا اما اسبوع يا اما اسبوع يا تروح على طول يا اما تروح على طول. فهو كان قراره في اثيوبيا مثلا ان احنا نروح قبل الماتش. احنا رحنا الماتش بالليل، وصلنا بالليل ما اتمرناش، او اتمرنا هنا وسافرنا نمنا صحينا لعبنا الماتش رجعنا. ده كان 3 الظهر، يعني رحت ليله الماتش. الماتش كان 3 الظهر. لو كواليسه كمان يا كابتن، لو تاخد بالك يا كابتن اسلام في الماتش ده كان في انابيب اكسجين. كان النجم الساحلي كان بيدخله والله بجد يا كابتن، يخش يعمل انابيب اكسجين. ده كاس السوبر ده. كاس السوبر يخش ياخد نفس ويرجعه تاني.
فكانت ماتش صعب. انت بتتكلم في بلدين كمان اليابان بتاخد وقت كبير جدا عشان تتاقلم على الجو. طبيعي الجو كابتن صعب جدا هناك، وفرق التوقيت تلج تلج وفرق التوقيت غير طبيعي. وقعدنا 3 ايام قبل ما فوقنا، قبل ما استوعبنا احنا في ايه. كنت 3 ايام كنا اتغلبنا ورجعنا، يعني عارف اللي هو كنا خدنا الماتشين ورا بعض بتاع جده مش فاكر ومين التاني، وغلبنا ورجعنا. كان فريق من المكسيك اعتقد. ده اللي بتكلم عليه، عمليه الخبرات، وان النادي الاهلي من اكتر الفرق اللي وصلت لمونديال الانديه، ده بيديك خبرات. تفتكر الخبرات دي هتفرق كمان بكره؟ انت بتلعب فرقه كبيره زي الهلال بطل اسيا، ازاي نستفيد بالخبرات ديت، الخبرات اللي اكتسبناها من خلال يمكن 7 أو 6 بطولات قبل كده، نستفيد بيها ازاي؟ ماشي يا كابتن، عشان السؤال ده مهم جدا. ممكن نطلع نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ ماذا قال لزميلنا امير هشام، نطلع نشوف ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيظ لزميلنا امير هشام، ونرجع لان السؤال ده الحقيقه مهم جدا جدا جدا، ونسمع اجابته من كابتن امير عبد الحميد بعد لقاء كابتن سيد عبد الحفيظ. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. على هامش المران الأخير للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال في مركز أو تحديد مركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية. معايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من النادي الأهلي. كابتن سيد برحب بك في البداية، وعايزين نطمن ونطمن جماهير النادي الأهلي على الاستعدادات لمباراة مهمة ومباراة بميدالية إن شاء الله نكرر إنجاز السنة اللي فاتت. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن وصلنا لمباراة طبعا كبيرة، مباراة مع بطل آسيا وفرق من الفرق المصنفة بشكل كبير، يعني فرقة الهلال على ميدالية وعلى مركز ثالث ورابع. مباراة زي ما قلت هيبقى بالتأكيد مباراة ليها طابع خاص، يعني إن شاء الله الرحمن بإذن الله نكون موفقين في التعامل معها، وإن شاء الله الرحمن ربنا يوفقنا ونكسب بإذن الله. النهارده في المؤتمر الصحفي كان يعني بعض الصحفيين السعوديين بيشوفوا ان الانديه السعوديه والمنتخبات السعوديه كعبهم عالي على المصريين وعلى الانديه المصريه وكده. بتستقبلوا امور زي دي ازاي او تتعاملوا معاها ازاي يا كابتن سيد؟ خلينا نتكلم في في, في في الواقع اللي احنا فيه. انت بتلعب في كاس العالم للانديه، يعني دخلنا على 3 مدارس مختلفه، يعني سواء كان بطل المكسيك او بطل البرازيل، وبعدين دلوقتي بتتكلم مع بطل اسيا، يعني فانت بتتكلم على مدارس مختلفه، وهي دي كاس العالم للانديه. يمكن في الاول في مشاركتنا في الاول كان معانا فرق كويسه قوي، كانت نمتلك مجموعه من اللاعبين المميزين جدا في 2005 وفي 2006 و2008 و2012 و2013، لكن انت سقف طموحك عالي جدا بتواجدك المستمر وتواجدك الدائم في كاس العالم للانديه. يعني انا بقول دايما ان المباريات الكبيره بتبقى ليها شخصيات تليق بيها، يعني بالتاكيد المباراة في الفرقتين عندهم الإمكانيات والقدرات والعقليات اللي تقدر تلعب وتأدي بشكل يليق باسمهم ومكانتهم ويليق بالحضور اللي هيكون موجود بكرة بإذن الله. هل بتشوف يا كابتن سيد أن حظ الأهلي السنة دي وحش؟ بما أنك اتكلمت على طموح الأهلي، طموحنا زاد كجماهير أن احنا نوصل المباراة النهائية أقل تقدير ميدالية فضية، يعني تبقى إنجاز جديد للنادي الأهلي. هل الظروف كلها عندت الأهلي السنة دي؟ ما مش عايز اقول ظروف، لكن هي حسابات مش عايز اخد فيها الصراحه عشان ما تتضايقش يعني، لكن في النهايه خلاص انت اتعاملت مع الواقع يعني، وخلاص جينا المباراه الاولى مع مونتيري قدمنا ملحمه يعني ان صح التعبير يعني بالمراس، يعني فرقه طبعا ليها اسمها ومكانتها. حتى لما بتتكلم مع المسؤولين اللي هناك كان يقول لك انا ما عنديش اي استعداد ان انا كنت اخسر من اللي شفته منكم السنه اللي فاتت، من اللي شفته مردودكم قدام مونتيري. ف بقيت انت على المستوى العالمي الحمد لله 400 يعني، وانت جاي قبل كده في كاس العالم للانديه الناس بتبقى عايزه تعرف النادي الاهلي. كان اول كلام بنقوله للعيبه يعني عبر عن هويتك، عبر عن ناديك، عبر عن القاره اللي انت بتمثلها. النهارده انت من غير ما تعبر هي الرساله واصله والمردود واصل يعني، لكن عندك طموح بقى وعندك اهداف عايز تحققها. بعد الهلال السعودي على طول عندنا الهلال السوداني في كاس في دوري ابطال افريقيا. الهلال السوداني هيلعب النهارده مع سان داونز، يهمنا برده ان احنا نشوف ونقف على المستويات الدنيا ماشيه ازاي يعني. فكل دي حسابات يعني، لكن في الموسم بتاخد مرحله 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 بوقتها يعني. كابتن سيد يعني فيما يتعلق باللاعبين الدوليين، واكيد احباطات يعني بسبب المشاركه مع منتخب مصر والهزيمه في المباراه النهائيه وبالتالي الهزيمه امام بالميراس، التعامل النفسي معاهم في الجزئيه دي بيبقى ازاي؟
بص، النقطة اللي أنت بتتكلم فيها دي نقطة طبعا نقطة مهمة، لكن في الآخر برضو الخبرات بتيجي منين؟ يعني الخبرات بتيجي من المواقف اللي أنت مريت بيها، الأحداث اللي مريت بيها، الظروف اللي أنت احتكيت بيها، فبالتالي بتاخد خبرات. يعني الموضوع مش سن بيكبر وخلاص، يعني المفروض أن أنت كل حاجة بتمر عليك بتاخد عليها خبرات، خصوصا أن الكرة أحداثها سريعة. يعني النهاردة حالة بطموح ببطولة، بكرة حالة بطموح ببطوله، فده مهم جدا ان يكون في الحسبان. يعني اعتقد اللعيبه اللي عندنا الحمد لله عندها من الخبرات انها تقدر تتعامل بالشكل الامثل. يعني كابتن سيد، انت يعني جيت مع الاهلي 5 كاس عالم قبل كده، او ده خامس، اصعب بطوله من الجانب الفني من وجهه نظرك، وكمان من جانب الظروف اللي واجهت الاهلي قبل البطوله، ايه هي اصعب؟ لا، هي من جانب الظروف بتاعت السنه دي طبعا طبعا، لكن من جانب الفني انت بتقابل على ابطال العالم، وبعدين مش ابطال العالم من 10 سنين مثلا، يعني انت هم ابطال العالم السنه دي، يعني كل واحد مثلا على مسافه زمنيه 4 شهور 5 شهور 6 شهور. يعني احنا مثلا من 6 شهور البطوله بتاعتنا مثلا، يعني اسيا بعدنا بشويه مثلا، عندك الهلال يعني بعدنا بشويه، اوروبا كان قبلينا، عندك بالمراس بعدينا بشويه متاخره سنه، يعني اقصد مستحدثين، يعني الموضوع مش من زمان، فالمستويات ممكن تكون اتغيرت يعني، فكلها فنيا طبعا صعبه. لكن المره دي تقابلت السنه اللي فاتت، يمكن اول مباراه كانت مع دحيل صاحب الملعب يعني البطل، وبعد كده لعبنا بايرن ميونخ، وبعد كده بالمراس. المره دي الامر مختلف، لعبت المكسيك، وبعد كده بالمراس، وبعد كده الهلال. يعني فكل البطولات الفنيه بالتاكيد صعبه يعني، مش سهله. طيب سؤال اخير يا كابتن سيد، عشان ما اعطلكش، جزئيه تجديد الدوافع دايما الاهلي بيمتاز بالجزئيه دي جدا، وفي الحقيقه تصريحات الجهاز الفني، تصريحات حضرتك ان انت دايما عايز تاخد بطوله دوري ابطال افريقيا عشان تيجي وتحاول تحقق الطموح اللي انت كنت بتحاول فيه السنه دي، ازاي بتهيئوا نفسكم في الجانب ده وتجديد الدوافع تحديدا؟ بص، اللي حصل مع الاهلي السنه دي حتى عند الناس هو اكبر دليل، اكبر دليل على اللي انا قلته من شويه، ان انت الاستمراريه بتشيل لك الخوف من جواك. يعني انت كل يوم بتروح مكان رغم ان هو مرعب، رغم ان هو مرعب، بس كل يوم بتروحه تاني يوم خلاص، او تالت يوم او 10 يوم او على بعد نهايه الشهر الاولاني مش هتلاقي نفسك قلقان من حاجه ولا مرعوب من حاجه. تمام، هي برضو كده لو تقيسها عند اللعيبه، كل يوم بتلعب ماتش كبير، كل يوم بيلعب ماتش كبير، مفيش قلق ومفيش خوف. هي الحته دي اللي انا بقولها، يعني ان استمرارنا وتواجدنا المستمر على سقف الطموح عند الناس. هل انت بقى عندك القدرات والامكانيات اللي تساعدك على كده؟ كانت عندنا طبعا بالتاكيد، كنا نامل ممكن تكون في ظروف كانت صعبه شويه، غياب الدوليين، اصابات بعض اللعيبه المؤثره، غيابات كورونا في الاول، عدم التواجد بشكل كامل للاستعداد الامثل لبطوله كبيره زي كده. انت عارف يعني ايه لعيبه المنتخب تجي لك يوم 7 بالليل، يعني 7 بالليل وانت عندك ماتش يوم 8 مع قبل النهائي. لكن الحمد لله على كل شيء، زي ما انا قلت يعني نامل يا رب ان يكون برضو التوفيق حالفنا ونحقق بطوله افريقيا كتاريخ لينا برضو، ونرجع بشكل كبير السنه الجايه باذن الله. توفيق يا كابتن سيد، شكرا. شكرا. ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من النادي الاهلي، وتصريحات كتير جدا مهمه قبل يعني ساعات قليله من مباراه الاهلي والهلال في يعني المباراه الخاصه بتحديد المركزين الثالث والرابع. ان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز بالبرونزيه بكره عشان تبقى تاني مره على التوالي والثالثه في تاريخ النادي الاهلي. استعدادات ماشيه بشكل كويس، ان شاء الله التوفيق يبقى من عند المولى عز وجل في مباراه الغد، وان شاء الله الاهلي يكون موفق. شكرا طبعا لزميلنا امير هشام على هذا اللقاء، وكلام مهم جدا الكابتن سيد قاله يا كابتن. ما فيش شك، كلام مهم، ويمكن تطرق للي يمكن السؤال اللي كنت بساله لك قبل ما نشوف الكابتن سيد. هو الكابتن سيد بيقول انت خلاص المفروض عمليه الرهبه ما بقتش موجوده، انت متواجد بشكل مميز، اكتر الفرق تواجدا في كاس العالم للانديه، عمليه الخوف والرهبه ما بقتش موجوده، لكن الاحترام هو اللي يكون موجود بكره. في السؤال اللي سألته لك، ازاي نستفيد من الخبرات اللي خدناها كنادي اهلي متواجد لسبع مرات في كاس العالم للانديه، ونستفيد بيها بكره امام فريق كبير زي فريق الهلال السعودي؟ بص يا كابتن، هو مبدئيا طبعا نادي الهلال فريق كبير جدا، ويمكن من اجمد الانديه في اسيا وفي السعوديه كمان بشكل خاص، واكيد طبعا عنده لعيبه مميزه جدا، ودايما بيدعم الفريق بلعيبه مميزه جدا ولعيبه اوروبيه، فبالتالي لقاء بكره هيبقى صعب جدا بالنسبه لنا، لكن
انا شايف النادي الاهلي عدينا خلاص الظروف اللي فاتت دي، ويمكن طمعنا شويه ان احنا ناخد خطوه ان احنا نوصل للفاينل، ولكن خلاص انت دلوقتي في امر واقع انك انت هتلاعب فريق كبير وبتنافس كمان على ميداليه. يمكن مش عايز اقول ان حتى على مستوى الاعلام دلوقتي قدامنا كمان، يعني ده الاعلام السعودي وبيتكلم، دي صحيفه اليوم السعوديه بتتكلم ان طبعا الهلال زعيم اسيا بثمان القاب، الاهلي فخر افريقيا ب 23 لقب، وبتجيب طبعا الالقاب النادي الاهلي ب او الهلال 64 لقب، النادي الاهلي 142 لقب، وبتكتب ارقام واضح جدا كمان ان طبعا فريق الهلال وكل اسيا طبعا تحترم اسم كبير زي النادي الاهلي من خلال الارقام اللي معروضه ومن خلال اداء النادي الاهلي خلال اللي يمكن الفترات اللي فاتت اللي بيأدي فيها على المستوى الافريقي بمستوى اكتر من رائع. يعني اكيد يا كابتن طبعا النادي الاهلي نادي كبير، يعني العالم كله عارف مين هو النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته، فبالتالي احنا الحمد لله كل النسخ اللي كانت موجوده في كاس العالم احنا بنسبه كبيره جدا 99% احنا موجودين في النسخ اللي موجوده في تنظيم كاس العالم للانديه. طبعا نادي الهلال اكيد يعني عارف كويس قوي قيمه النادي الاهلي، وكذلك احنا في النادي الاهلي طبعا عارفين قيمه النادي الهلال، النادي الهلال من الفرق العظيمه في اسيا وفي السعوديه، فبالتالي اكيد لقاء بكره هيبقى لقاء صعب جدا، لكن يعني ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي خلاص احنا الظروف اللي فاتت دي كانت لازم كنا نمر بيها وخلاص انت في امر واقع. عندك اللعيبه الحمد لله نوعا ما عندك يومين ثلاثه ابتدوا ياخدوا راحه واستشفاء من البطوله، انت جاي عندك عدد لعيبه جايه فيها اجهاد غير طبيعي، اللعيبه الدوليه تقصد الدوليه طبعا اللي جايه باجهاد غير طبيعي، وجاي زي ما كابتن سيد قال ان هي تدخل قبل المعسكر بكام ساعه، وفي نفس الوقت طبعا انت بتعامل نفسي بتعامل استشفاء بتعامل كل حاجه. ده كمان خلي بالك ده الاجهاد البدني، الاجهاد النفسي كمان اللي يمكن لاحظناه بشكل كبير جدا مثلا على محمد صلاح من خلال بعد رجوعه والاحباط اللي كان فيه، ده كمان بيأثر بشكل او باخر على الـ على الـ على الاداء البدني وبيكون في خوف من الاصابه. لكن زي ما انت بتقول اعتقادي الشخصي خلاص ان مباراه بكره كمان باذن الله ان شاء الله باذن الله لو فزنا بيها كمان هيكون عامل ايجابي، ونبدا بقى نخش كمان على البطوله الافريقيه، مستنينا كمان مباراه طبعا الهلال السوداني في بطوله افريقيا، فكلها كله رابط مع بعضه. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم ان في مراحل بنمر بيها، تركيزنا على البرونزيه ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره، لكن كابتن اسلام مش سهل، يعني الموضوع مش سهل خاصه ان الاهداف كانت للفرقتين مشتركه، الهلال كان من اهدافه الوصول للمباراه النهائيه، كذلك النادي الاهلي رغم الصعوبات لكن من اهدافه للوصول للمباراه النهائيه، وبالتالي كله بيتمسك طبعا بالبرونزيه. يعني اكيد يمكن طبعا نادي الهلال اعتقد ان هو اول مره في حياته ان هو يشارك على البرونزيه تقريبا في النسخ كاس العالم للانديه، لكن النادي الاهلي طبعا اكيد عنده دوافع برضو، يعني كيان النادي الاهلي كبير والدوافع كبيره جدا انك انت تاخد برونزيه كاس العالم المره الثانيه على التوالي، اعتقد ان دي برضو عايزه تركيز كبير جدا، وعايزه ان شاء الله يكون مستر موسيماني يحط تشكيل مناسب للقاء، لان انت بتلعب فريق قوي جدا عنده لعيبه مميزه، ولكن زي ما حضرتك قلت احنا النادي الاهلي دايما بيلعب على التتويج ودايما بتطلع من بطوله لبطوله، انت هتخش هتطلع من كاس العالم ده هتخش على بطوله افريقيا عشان ترجع تاني تلعب كاس عالم، فده حال النادي الاهلي وده الطبيعي ان النادي الاهلي بيفكر فيه. فاتمنى ان شاء الله لقاء بكره اللعيبه كمان تكون مركزه ان شاء الله باذن ان حاجه مهمه جدا انك انت تاخد برونزيه كاس عالم للمره الثانيه على التوالي. كنا بنطمع طبعا في حاجه زي كده، اكيد نادي الهلال كان بيطمع ان هو يوصل للمباراه النهائيه، لكن حتى في اسوء احتمالاتها كابتن اسلام وكابتن هاني في اسوء الظروف انك انت في اخر 6 دقائق كنت تقدر تكسب اللقاء، لكن التحكيم كان ليه دور كبير جدا والظروف كانت معاكسه انك انت لينا بينالتي ولينا كذا فرصه انك من وليد سليمان وهاني محمد هاني وشريف الجول اللي جه طبعا، فانت في 4 5 دقائق انت جبت 3 اهداف وثلاث فرص كنت ممكن تقدر تحرز 3 اهداف، ولكن اللقاء بكره ماتش صعب، اتمنى ان شاء الله يكون في تركيز لان طبعا نادي الهلال نادي كبير وان شاء الله نستمتع، واكيد ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو باذن الله يحرز البرونزيه، وان شاء الله باذن الله النسخه القادمه ان شاء الله نلعب على الكاس على الفاينل باذن الله. عايز اكلمك من الناحيه الفنيه يا امير، انت كنت بتستعد كحارس مرمى لمثل هذه المباريات ازاي؟ لانها مباراه صعبه جدا، ولكن خلينا نروح نشوف برضو امير هشام عمل لقاء مع كريم فؤاد، نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم
مره اخرى ونسال كابتن امير كيف كان يستعد لمثل هذه المباريات كحارس مرمى ورايه طبعا في علي لطفي خلال المباراتين السابقتين. ولكن نطلع نشوف هذا التقرير مع كريم فؤاد ونرجع نكمل. تحياتي لك يا كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني كواليس كتير جدا في مقر اقامه الاهلي هنا في ابو ظبي وخلال المشاركه في كاس العالم للانديه، معايا لقاء مهم جدا في هذه اللحظات مع واحد من نجوم النادي الاهلي كريم فؤاد. كريم برحب بيك في البدايه. اهلا بيك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الدنيا كويسه؟ ممكن تقرب المايك سنه كده؟ ايوه كويس كده زي الفل. حلو قوي. كريم موجود مع الفرقه في كاس العالم، اجواء مختلفه، يعني كوره مختلفه، مستويات ايضا مميزه جدا جدا في البطوله. كلمني الاول على البطوله دي وعن مشاركتك فيها. والله هي طبعا زي ما انت لسه قايل هي بطوله كبيره، ويعني كاس عالم الانديه ومستويات عاليه، واحنا من اول السنه واحنا يعني بنجهز للبطوله دي ويعني حاطين هدفنا فيها، واللعيبه كلها عندها طموح من اول السنه، من يعني من قبل السنه ما تبدا. ويعني هي طبعا كاس العالم دي حاجه كبيره جدا، ويعني دي اول مشاركه ليا، ويعني حاسس بفخر بصراحه. كريم مباراه مونتيري في الحقيقه تعتبرها، انا عن نفسي بعتبرها شهاده ميلاد جديده لكريم، او هي دي شهاده الميلاد بالنسبه لك مع النادي الاهلي، خصوصا انت لسه جاي ما بقالكش كتير مع الفريق. شاركت مشاركه فعاله جدا ومميزه جدا ونلت اشاده كل الجماهير والمتابعين والنقاد. فكرت ازاي في البطوله دي؟ مشاركه مهمه في ظروف كانت صعبه على الاهلي في اصابات وغيابات كتير جدا. والله هو انا كنت يعني الحمد لله طبعا هي دي كانت بدايه كويسه، والحمد لله ان انا نزلت واديت، بس زي ما انت لسه قايل انه يعني الاهلي بمن حضر، مش فارق مين في الملعب، مين موجود مين مش موجود، كلنا واحد وكلنا لابسين شيفت النادي، ودي مسؤوليه على اللعيبه كلها. خلاص انت لبست شيفت النادي بقى عليك دور كبير، عليك مسؤوليه كبيره، مفيش اي اعذار، مفيش يعني انت خلاص لابس شيفت النادي الاهلي، فلازم تأدي اداء النادي الاهلي، لازم تلعب باسم النادي الاهلي، لازم تلعب بشخصيه النادي الاهلي اللي هي دايما شخصيه بطل، فانت وانت جاي كمان بطل افريقيا، فانت يعني ما عندكش اي اعذار. يعني انت لو لا قدر الله كان حصل اي نتيجه سلبيه، ما حد يعني ما فيش حاجه اسمها ان في غيابات، ما فيش اي حاجه، هو انت خسرت بس، فما فيش اي اعذار. انا استعدادي للماتش يعني انا كنت مركز جدا، بدات او ما بداتش، نزلت دقائق قليله، نزلت دقائق كتيره، انا مركز من بدري انه انا لما اخد لازم اكون كويس، لازم اكون قد المسؤوليه، لازم اكون جاهز. فالحمد لله ربنا قدرني وان انا كنت كويس، و والحمد لله بدايه كويسه يعني نحمد ربنا عليها الحمد لله. يعني حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ هو طبعا جمهور النادي الاهلي كان يعني داعم كبير لينا في البطوله وقبل كده وطول عمره. يعني انا مثلا من ساعه ما جيت النادي، من قبل ما اجي النادي اصلا، والجمهور بيساندني والجمهور بيدعمني من اول بس ما عرفوا ان كريم فؤاد هيروح الاهلي، وانا الجمهور بيساندني وبيدعمني حتى من قبل ما اروح في ماتشات انبي، والجمهور واقف في ظهري والجمهور بيدعمني. الجمهور يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يعني مخلينا ان احنا قادرين نفرح ناس كتير وقادرين نسعد ناس كتير بحاجات بسيطه ممكن نقدمها، فدي نعمه من عند ربنا بصراحه يعني بنشكره عليها. والحمد لله يعني الحمد لله يعني على نعمه جمهور الاهلي هي حاجه كبيره، وبصراحه يعني الجمهور يعني سند لينا بشكل كبير وحاجة أساسية من أساسيات اللعبة بصراحة. إن شاء الله بالتوفيق دايما يا كريم، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا مع واحد من نجوم النادي الأهلي كريم فؤاد، أحد اللاعبين المبشرين جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله يكون عنده مسيرة مميزة من الألقاب والبطولات مع النادي الأهلي. والآن عودة لك يا كابتن إسلام في الاستوديو، اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جميل كريم فؤاد يا كابتن. لعيب مميز جدا وهادي وليه مستقبل ان شاء الله كبير مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نيجي طبعا نيجي بقى للسؤال اللي ساله لك اسلام قبل ما نطلع مع طبعا كريم، وبنتكلم على علي لطفي. اكيد علي لطفي، خلي بالك انا علي كان معايا من ايام منتخب الاولمبي كمان، فعلي مميز جدا. علي كان يعني عنده موهبه، تقدر تقول ان عنده موهبه كويسه، فعايزك تقيم لي علي من خلال الماتشين اللي فاتوا في كاس العالم للانديه.
طبعا زي ما حضرتك قلت كابتن علي طبعا جول مميز وكل حاجه، وكمان كان من نجوم اللقاء الاولاني بتاع مونتيري، كان اهايل وطلع كره فرقت جدا في الجيم اللي هي الكره اللي بالهيد كابتن اسلام، كانت رياكشن غير طبيعي. هو عنده موهبه كبيره جدا وحارس مميز، وبالدليل ان هو موجود في النادي الاهلي. لكن انا عايز اقول لعلي ان هو لازم يلعب وهو مستمتع، لازم يلعب وهو ما يقلقش من حاجه، لازم يثق في امكانياته. حاسس مضغوط قوي يا امير. مضغوط شويه يا كابتن، وانا يعني اكيد طبيعي ان خلي بالك اي حد بيلعب في النادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا، وخصوصا انك انت حارس مرمى النادي الاهلي، فبالتالي هو علي بيحسبها ان انا عايز اطلع من 90 دقيقه ان انا ما اكونش غلطان، وده ممكن يسبب لك اخطاء في اللقاء، ولكن ده ما يقللش من علي جول كبير جدا، وان شاء الله هيبقى بكره ليه دور كبير جدا في اللقاء. اتمنى يا رب ان شاء الله يكون ان شاء الله التوفيق مع الفريق ومعاه هو كمان، لان هو انا عايزه يلعب وهو مستمتع، هيلعب فريق قوي. مهم قوي دي. هيلعب فريق قوي هيبقى عليه هجمات كتيره جدا، عايزه يلعب ما يقلقش. بيبقى فيه زي ما بنتكلم كده ساعات، بيبقى فيه مثلا كلام ما بين حارس المرمى وخط الدفاع اللي قدامه، كان دايما وانت اكيد حضرت ده اسلام، ان دايما كل خط كده بيقعد مع بعضه، يعني خط الظهر نقعد مع بعض نتكلم مع بعض، ايه دور يعني ايه اللي ممكن يتعمل، او بكره ممكن ايه علي يقعد مع المدافعين بشكل خاص ويتكلموا في النقاط اللي هو شايف ان ممكن جدا لا في الوقت ده لازم نعمل كده في الوقت ده، يعني ده مهم برضو في ليله المباراه، ان يكون كمان في قعده مع اللعيبه بعيدا طبعا عن الاداره الفنيه. هو في جزئين يا كابتن، الجزء الاول بيخص اللعيبه، وفي جزء يخص الجهاز الفني واللعيبه عامه. طبيعي. اكيد طبعا بعد اللقاء اكيد مستر موسيماني والجهاز قعد مع اللعيبه وعمل اجتماع وشاف الاخطاء وشاف السلبيات والايجابيات، لان انت عشان ما تتكررش تاني، وانت عندك بكره ماتش صعب، وعندك يعني الماتش اللقاء بكره مش مستاهل اي اخطاء او عدم تركيز. اكيد هيفيدنا اللقاء بتاع بالميراس ان احنا هنشوف الاخطاء ايه وان شاء الله هنعالجها وبكره ما تتكررش باذن الله. تاني حاجه حته اللعيبه، اللعيبه الكبيره، اللعيبه الخبرات، اللعيبه الكباتن الفريق اكيد هيقعدوا مع بعض، ان خلاص ينسوا اللقاء اللي فات، وعندنا لقاء مهم اكيد برونزيه كاس العالم اكيد هتبقى اضافه كمان لينا، اللعيبه تاخد ثقه وان شاء الله يعني يعملوا لقاء كويس، واكيد هيقعدوا مع بعض. وانا متاكد ان هم اصلا لعيبه بينهم من بعض، اول ما روحوا الاوتيل بعد اللقاء اكيد قعدوا مع بعض واتكلموا، واكيد كل خط قعد مع الخط الثاني، وحراسه المرمى اكيد، ومستر ميشيل يانكون اكيد قعد مع حراس المرمى واتكلم مع علي. اعتقد ان ده خلاص القصه انتهت، ومفيش حل غير انك انت عندك 90 دقيقه قدام فريق قوي، قدام فريق كبير جدا، خسر طبعا 1-0 امام تشيلسي، وكان عنده فرص ان هو ممكن حقه شرعي ان هو يوصل للفاينل، فبالتالي ماتش بكره محتاج تركيز، محتاج قوه، محتاج هدوء كمان يعني. وهدوء، وكل الناس تلعب بثقه، ومفيش ادنى مشكله، انت بتلعب بطوله كبيره، خلي بالك كابتن اجواء صحيح. كابتن اسلام اكيد وحضرتك لعبت في اوروبا يا كابتن هاني، الاجواء دي مش هتتعوض تاني، انك انت بتلعب بطوله كبيره، الاجواء، التنظيم، الملاعب، كل حاجه. يمكن افتكر لو تفتكر يا كابتن اسلام في كاس العالم ثالث العالم، كابتن خطيب نزل لعب معانا وشاف الاستاد وشاف الجو وشاف ال فاكر لما قال لك قال لك يا اولاد الذين انتوا عايز ارجع تاني والعب، يعني نفسي ارجع، والاجواء دي كانت لو على ايامنا كانت تبقى الامور كويسه جدا ومختلفه. فالاجواء بتبقى من ناحيه التنظيم، من ناحيه الملاعب اكيد بتبقى جو حلو جدا انك انت تستمتع بيه، وانا متاكد حتى اللعيبه الدوليه يعني بيلعبوا في حدث كبير زي كاس افريقيه، تخش على حدث كمان كبير كاس العالم الانديه، اللعيب بيبقى مبسوط ان هو بيبقى صحيح. بيلعب في البطولات اللي زي دي. فاتمنى مع التنظيم، مع ان شاء الله باذن الله الهدوء، ويلعبوا بثقه ويلعبوا بروح، وان شاء الله بكره يكون التوفيق محل في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. برضو عايز اوديك لحته الشناوي. الشناوي لما يكون عندك كعلي لطفي بقى، لما يكون عندك الحارس اللي بيلعب بقى له فتره، هو الحارس الاول للنادي الاهلي بقى له فتره، والحارس الاول لمنتخب مصر بقى له فتره، علي في المباريات اللي زي اللي لعبها خلاص مش ناوي مصاب، هل ده بيبقى بيؤثر عليه بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن، طبيعي ان اي حد في الدنيا او اي لاعب في الدنيا بيحب ان هو يشارك بشكل اساسي، واكيد علي بيفكر او مصطفى او حمزه الحراس المرمى الموجودين، مش عايزين ننساهم برضه، دول المستقبل ان شاء الله باذن الله. طبيعي ان علي وهو اكيد بيلعب بيبقى حاسس ان هو مثلا لو لعب ايا كان لعب كويس بشكل كويس، طبيعي ان محمد الشناوي رقم واحد في افريقيا، رقم واحد بس انت مريت بنفس الظرف تقريبا، انا فاكر في كاس العالم حتى طبعا كاس العالم بالظبط، وخلي بالك لما الحضري اتصاب
وانت اللي لعبت انترناشونالي فجاه كده يعني في البطوله نفسها. اه كانت اول بطوله انا شاركت العالم اللي انا شاركت فيه. انا ما شاركتش بس الماتش التالت العالم, انا شاركت انترناشونالي. ما هو ده الاحساس اللي بنتكلم عليه لما انت بتحس ان في في رقم واحد وفي اتنين وانت رقم اتنين ورقم واحد بيغيب, زي حاله طبعا الشناوي وعلي لطفي. خلي بالك امير امير برضو, ما هو لما بقولك نفس القصه بالظبط حصل بالظبط بالظبط. ايه بقى يعني ايه اللي ممكن تقوله لعلي لطفي تخليه يبقى لا خلي بالك علي ما تحطش ضغوط على نفسك, العب يعني بتركيز وهدوء في نفس يعني تقول له ايه في الظرف ده. وامير كان سبب مكسب لينا خلي بالك في ما هو انا ما هو ده اللي انا يعني ما هو ده اللي انا عايز اوصل له. هي دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها كابتن ايمن كابتن, لانه في الاخر امير لعب ربع ساعه وبعدين ده فجاه انت عارف الحضري ده بتبقى اصعب كمان. انت عارف الحضري يعني ما مش عايز يسيب يعني يعني لغايه اخر ثانيه لو وانا ما كانش عليا الدور ان العب. خلي بالك ده مهم جدا. اشرح لنا احكي لنا القصه. بص يا كابتن, يمكن زي ما كابتن اسلام قال احنا ماتش انترناشونالي كان طبيعي ان مثلا مانويل جوزيه كان عامل سيستم اللي بيلعب اساسي, الاثنين الحارسين التانيين بيلعبوا بيبقوا احتياطي ماتشين وماتشين. احنا كان اخر لقاء لينا المقاولين العرب كان هنا, وانت عارف البطولات المجمعه بيبقى الثلاث حراس وال20 لاعب موجودين كلهم موجودين على دكه البدلاء. فلما رحنا هناك كان اخر ماتش ليا المقاولين العرب هنا في مصر, وماتش تقريبا اديليت الاستراليا كابتن اسلام لو تفتكر. لا اللي هو الفرقه اللي اوكلاند سيتي اوكلاند اوكلاند تمام بتاع 2-0. ده كان اخر لقاء, ان المفروض لو على السيستم اللي عامله مستر مانويل جوزيه انا خلاص ده اخر ليا, ولو في حاجه حصلت للحاضري بعد كده او وقف الكابتن نادر هو اللي هيلعب. المهم اللي انا عايز اقوله يا كابتن, اي لاعب موجود لازم يبقى مستعد. هو ده دي النقطه برافو عليك, هي دي النقطه اللي انا عايز يعني اقولها. انت ما تعرفش هتنزل امتى بالظبط خالص, مش انا عليا الدور خالص, لكن انا مركز وفي نفس الوقت مستني ان انا حتى لو خدمت النادي الاهلي في اي, هو ده المهم اللي لازم نوصله للعيبه. لو لعبت دقيقه دقيقتين 90 دقيقه انت بتدافع على كيان كبير اللي هو النادي الاهلي, وفرصه ليك انك انت كمان تثبت نفسك. في اللقاء ده انا سخنت مرتين كمان بالظبط, حضري وقع مره وبعد كده قمت سخنت مش عايز يغرق. وبعد كده ايه وعنده ايه ده كان عنده حاجه قطع في الرباط الداخلي. لا يعني قعد بتاع شهرين ثلاثه مثلا تعبان يعني ولا حاجه. بعد كده فانا مش فاكر بعد كده فوجئت اصلا ان مثلا مانويل جوزيه قال لي امير سخن, فانا بصيت له قال لي سخن في ايه, قلت له اوكي. قال لي انا حاطط في دماغي ان انا مش عليا الدور يعني. المهم نزلت وسخنت وبعد كده قعدت ثاني وبعد كده نزلت. لما جيت لعبت هي دي النقطه انا بتكلم فيها, حدث تاريخي وانت كنت ما بتشاركش فعايز تشارك ويكون ليك بصمه مع النادي الاهلي. خلي بالك ربع ساعه كانت ايه كمان. مش عايز اقول لك بنلعب في ال 18 وان سايد جيم. مش عايز اقول لك يعني مش عايز اقول لك والله مع الجو انت عشان تسخن يا كابتن هاني لازم تقعد ربع ساعه تلت ساعه تسخن اصلا. فبالتالي لما لعبت الحمد لله 10 دقايق ربع ساعه صديت انفراد وكم كره عرضيه ادتني ثقه. خلاص بقى انا بقيت ساعتها خلاص حطيت نفسي ان انا هلعب تالت العالم الحمد لله. اتمرنت جامد جدا ومن كتر حماسي انا اتعورت في تمرين, وبعد كده لما رجعت تاني اتعورت في التسخين يا كابتن اسلام لو تفتكر. فقلت لا مش عارفين في ايه, انا مش عارف في ايه. فقلت لا مفيش حل, حدث تاريخي وبلعب باسم النادي الاهلي, فطبيعي ان انا هموت نفسي والعب بروح النادي الاهلي ان انا ماتش مهم جدا والعالم كله بيتفرج عليا. ويمكن ساعتها لو تفتكر يا كابتن اسلام بوفون اتكلم عليا في السايت بتاع موقع ليفانتوس وفالديز كان ساعتها موجود لو تفتكر يا كابتن اسلام. بعديها برشلونه لعبنا برشلونه, فالديز هو اللي نادالي يعني هو عارفني من كاس العالم. فكل دي حاجات حلوه الواحد لما بيحط بصمه فيها اكيد كل بيختلف معاك. هي الموضوع الفكره انك ازاي تكون التركيز العالي مع الهدوء كمان, دي نقطه مهمه جدا. لان ساعات حتى بنقول للعيبه لو فكرت انك هتخاف تغلط هتغلط. بالظبط يا كابتن هاني دايما لما يعني الناس بتبقى نازله خايفه ان انا اغلط, لا يعني ركز لكن اغلق يعني الحظ بكوره واستمتع بالاجواء. بالظبط بالظبط يعني. هو انا يعني طول ما انت هتبقى حريص في البوزيشن بتاعي او حريص في الشوطه خاصه حارس المرمى ده طبعًا. رياكشن في نص طبعًا. يعني في اقل من ثانيه لازم تاخد الرياكشن بتاعك طبعا. هنا بقى اللي انا عايز انقله لعلي او مصطفى وارد ممكن تلاقيه موجود جوه. ما هي دي انا هو ليه امير بيقول القصه دي, هو ليه امير بيقولها مرينا بيقولها. اتمنى ان علي يكون قاعد بيسمعنا والله بجد, لانه بقول لحضرتك نفس الموقف ونزل في ربع ساعه. انت عارف الربع ساعه الاخيره صح. وفريق زي انترناشونالي ده وكان معاه 2 3 لعيبه من اللي هم بمليار جنيه و2 مليار جنيه والكلام اللي بيعملوه ده, وامير نزل ربع ساعه يعني ربع ساعه صعبه صعبه. ونزلت يا كابتن وانا مستمتع والله بجد حقيقه استمتعت والحمد لله كنت مبسوط جدا وانا بلعب ولعبت تالت العالم الحمد لله كنت مستمتع وعملنا بطوله يعني اللقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها دي يا امير ان الكابتن بالظبط
هي دي كانت في اليابان هي دي كانت في اليابان ودي كانت السنه اللي او بعديها بشويه صح بالظبط. فالقصه كلها لما 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 اللي انا عايز انقله وخلي بالك احنا برضو عشان مريت بده فانا بحكيه هنروح بعيد ليه. انت عندك حمزه علاء ماتش اعتقد يا كابتن كان اخر ماتش في الكاس الرابطه في كاس الرابطه هو فجأة. عارف هيلعب فين وفي الاوضه بنك الاهلي في الاوضه في اوضه اللي في الاستاد يعني مصطفى مشي من الاستاد عشان موضوع كورونا عشان كورونا فبالتالي لقى نفسه بيلعب. فانت طبيعي انك انت بنقل الصوره دي لعلي وارد ممكن تلاقي مصطفى بكره في الجيم ممكن تلاقي حمزه ما تضمنش الظروف فيها ايه صحيح. انا عايز علي وهو بيلعب يستمتع بالاجواء ويستمتع بتركيز وبقوه ويثق في امكانياته بالظبط امكانياته كبيره جدا يا كابتن لازم يبقى عنده ثقه في امكانياته. تاني حاجه مش عايزه وهو بيلعب يبقى حريص زياده عن اللزوم مش عايزه وهو بيلعب يحط في دماغه الناس هتقارني بالشناوي لا أيوة. ده موضوع وده موضوع دي النقطه انت كده العب بامكانياتك العب بثقتك العب بموهبتك وفي الاول وفي الاخر ما هو في جهاز فني هو اللي بيحدد مين اللي يلعب ومين ما بيلعبش. يمكن انا كان حدث يعني مكالمه بيني وبين علي بعد التالق اللي لعب فيه في ماتش الزمالك كلمته قلت له علي خلي بالك احنا عندنا سموح لو تفتكر يا كابتن بعديها قدامنا اربع ايام هنيته طبعا على اللقاء وقبل اللقاء انا كلمته قلت له انت بتلعب ماتش كبير ضد نادي الزمالك الماتشات دي اللي بتنور مع الناس ودي اللي بتدي ثقه للجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي والجهاز الفني وكل الناس فهو علم الحمد لله في اللقاء وكان عمل ماتش هايل جدا وهنيته وكنت مكلمه قبلها قلت له استمتع بالماتش استمتع بالماتش ولعب كان من نجوم اللقاء. بعديها قلت له وارد انك انت ما تلعبش يعني وارد انك انت طبيعي ان محمد الشناوي رقم واحد يعني راجل مميز وطبيعي ان هو يرجع ويلعب ما تحطش في دماغك الكلام ده سيب الجهاز الفني هو اللي يحكم. انا عايزك لما تيجي تلعب تأدي بشكل كويس تبقى عندك ثقه في نفسك وفي امكانياتك هو ده الاهم. فانا عايزه بكره يلعب بثقه كبيره جدا يلعب بامكانياته الكبيره اللي هو عارفينها عنه وفي نفس الوقت ما يقارنش اي حاجه باي حاجه وعنده 90 دقيقه لازم يبقى في لينك بينه وبين خط الدفاع اللي موجود لازم يبقى التركيز 100% لانك خلي بالك يا كابتن انتوا نجوم كبار ولعبتوا في النادي الاهلي والناس عارفه انك ثانيه لاخر ثانيه خصوصا مركز حراسه المرمى. فانا عايزه بكره ان شاء الله وانا متوقع ان شاء الله هيبقى عامل لقاء بكره باذن الله كويس لان امكانياته كبيره باذن الله واتمنى ان شاء الله يكون مركز والتوفيق ان شاء الله للعيبه وللنادي الاهلي بكره ان شاء الله. انا بشكرك ربنا يوفقهم طبعا كلنا طبعا ورا النادي الاهلي ورا فرقتنا وباذن الله ان شاء الله يكون البرزيه الثانيه على التوالي والثالثه في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. لا اشكرك انا اللي بشكرك لا انا معاك النهارده اقول لك هو اول القعد على كرسي ازرق فوق بشكرك امير شرفت ونورت وسعداء جدا بوجودك معانا ويعني كل الحاجات اللي انت حكيتها دي بتودينا لحاجه احنا عايزين نوصلها لجمهور النادي الاهلي واتمنى ان علي يكون كان بيتفرج على امير لانه بقول لحضرتك انا فاكر اصلي الموضوع ده يعني كانه امبارح بالظبط كده وانا بصيت لامير امير نازل طب احنا مش امير يعني عارف اللي هو احنا قاعدين كده عمالين نقول واحنا في الملعب عمالين نقول ايه ده مش امير اللي عليه طب ما صح نادر ولا طب ايه المهم امير لعب ولعب ربع ساعه لان ربع ساعه يتخلص عليك وبعدين ده اصعب كمان انك تلعب ربع ساعه لازم تخش ريتم الماتش بسرعه وكانوا كنا مضغوطين كمان ونجوم كبار زي باتو مثلا انا قصدي فاكر يا كابتن بالظبط بيحط الكره اللي هي عارف اللي بوش رجله الخارجي اللي هي تلف تروح تعمل كده وحاجات بقى يعني كنا بنشوفها. فبالتالي لما تسمع الحكايه دي بتجدها هو اللي هيحصل بكره لا هو كل الصفقات اللي هيلعب لا قدر الله لو في اي حاجه ثانيه لا قدر الله لا قدر ربي انا هتلاقي مصطفى لا قدر الله هتلاقي حمزه ما تضمنش اي حد لازم وارد يبقى في موجود في كلنا ثقه في اللعيبه وخاصه علي زي ما بقول علي كمان من الحراس المرمى اللي انا في اعتقادي الشخصي لازم يؤمن بامكانياته الاول وده مهم جدا انك تثق في نفسك الاول عشان تكتسب الثقه للاعيبتك ولجمهورك. فطبعا علي جون مميز عنده ثقه وانت علي ان شاء الله باذن الله ركز انك تكون ان شاء الله كمان سبب باذن الله فوز فرقتنا ان شاء الله بكره. كل التوفيق لفرقتنا. امير بنشكرك شكرا جزيلا يعني نورتنا وشرفتنا كالعاده يعني. ربنا يخليك يا كابتن. انا سعيد جدا مع حضرتك ومع كابتن اسلام وسعيد جدا لما ببقى موجود في قناه النادي الاهلي واتمنى التوفيق بكره ان شاء الله للنادي يا رب بإذن. يا رب ان شاء الله يا رب. انا كمان بشكرك جدا امير على وجودك معانا النهارده واستفدنا جدا جدا من كل الكلام اللي انت بتقوله واتمنى ان نكون مره ثانيه وثالثه وعشره ان علي يكون سمع الكلام اللي قاله امير. كلنا بنثق فيك في علي لطفي وفي كل اللاعبين اللي هيلعبوا بكره. عندنا مباراه مهمه ومباراه صعبه العبوا واستمتعوا واتبسطوا مش كل شويه هنلعب في كاس صحيح العالم صحيح. وانت نفسك كلاعب ما حدش عارف السنه الجايه لكل واحد هيبقى صحيح فين. استمتع والعب واعرف ان وراك 70 80 مليون اهلاوي مستنيينك. استمتع والعب عشان ربنا يكرمك ونفرح بكره ونتبسط مع بعض ان شاء الله. احنا هنكون مع حضراتكم على الهواء بكره الساعه 10 بالليل ان شاء الله ان شاء الله يا رب نكون بنحتفل
بالميدالية البرونزية الثالثة والثانية على التوالي. أمير أنا بشكرك مرة ثانية وثالثة وعشرة. أيضا النجم الكبير كابتن هاني رمزي أنا بشكره طبعا على التواجد معاه، شرف لينا الحقيقة أن هو يكون متواجد معنا على الشاشة وجنبنا ونقعد جنبه كده ونستمتع بحواره الفني وحواره اللي دايما بنستمتع بيه. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا إسلام، كنت سعيد وإن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بإذن الله. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي. وزي ما حضراتكم عارفين وخلال العشر أيام اللي فاتوا الأهلي في المونديال لسه لم ينتهي، بننتقل إلى زملائنا الأعزاء محمد فارس وأحمد أسامة، والنهاردة بقى وكلام كتير جدا في مباراة بكرة خلال تواجدهم معنا محمد فارس وأحمد أسامة. تفضل. أهلا بحضرتك كابتن إسلام، أهلا بكابتن هاني وكابتن أمير، وما أشبه الليلة بالبارحة، علي لطفي أمامه أنه يكتب التاريخ ويكون بيشارك في كأس العالم للأندية في تحقيق برونزية، إنجاز ما تحققش كتير وحراس مرمى قليلين جدا اللي في تاريخ النادي الأهلي اللي لعبوا كأس العالم للأندية. إن شاء الله يكون التوفيق حليفه بكرة، وإن شاء الله النادي الأهلي يحقق الميدالية البرونزية. في تاريخ النادي الأهلي حكايات كتير، ولكن لسه في تاريخه لم يسبق أنه حقق برونزيتين ورا بعض، ولأن الأهلي في المونديال لسه فيه جديد، إن شاء الله تكون أول برونزية للنادي الأهلي التانية على التوالي. نشوفكم بعد الفاصل ومعانا أسرار كتير جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، وحلقه مهمه وجديده من الاهلي في المونديال قبل مباراه الحسم، مباراه الاشقاء كبيري الكره العربيه، سواء كبير افريقيا النادي الاهلي وكبير اسيا فريق الهلال السعودي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بتحقيق الميداليه البرونزيه الثانيه على التوالي، حتى لو كانت الطموحات الصعود للنهائي ان شاء الله هتتحقق. إن شاء الله هتتحقق، ولكن نحن الآن أمام كلاسيكو العرب. نعم، هو كلاسيكو العرب واللقاء الأكثر جماهيرية في الوطن العربي، اللقاء اللي بتحول دون تكراره وجود الفريقين في قارتين مختلفتين، ولكن كبير القوم والشعبية في آسيا في مواجهة كبير القوم والشعبية في إفريقيا، ومباراة حماسية بدرجة لا يمكن حد يتخيلها. دقات القلب شغالة من دلوقتي، التوتر والقلق المصاحب والثقة في كبرياء الأهلي، وكل شيء في كلاسيكو العرب وارد. مفيش توتر، مفيش قلق، احنا بنلعب في كأس العالم للأندية. خلينا فريش، ارفع من علينا الضغط هيحتل تويتر. خلينا فريش، ان شاء الله مفيش قلق ومفيش توتر، تأكيد كلنا ثقة. عجبنا جدا الحوار ووجود الكابتن أمير عبد الحميد، ورسالة للكابتن علي لطفي. علي لطفي عاوزينه بذكريات مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الماضي الدور الأول، غياب 7 لاعبين على رأسهم كابتن محمد الشناوي، يكون علي لطفي هو كلمة السر في فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بالتصدي لركلة الجزاء أثناء المباراة، ويقدم مباراة العمر بالنسبة لعلي لطفي. عايزين نقول يا ليالي العمر عودي، ويقدم مباراة تاريخية في كأس العالم للأندية، بالتأكيد كلنا ثقة، وجماهير النادي الأهلي كالعادة كلها ثقة في فريق النادي الأهلي. وكالعادة قبل أي مباراة مهمة هتلاقي دايما جمهورك في ظهرك، جمهورك رقم واحد ترند عشان يقولك البرونزية يا أهلي أو البرونزية لجمهورك يا أهلي. تصدر النهاردة هذا الهاشتاج تويتر كالعادة، جماهير النادي الأهلي هي الأكثر شعبية الأكثر جماهيرية، دائما وأبدا تثق في فريقها، فشيء طبيعي جدا. نتمنى لاعبي النادي الأهلي يردوا التحية لجماهير النادي الأهلي بتحقيق البرونزية من أجل أغلى شيء في كيان النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي، البرونزية لجمهورك يا أهلي. ايوه لجمهورك، وجمهورك ما يستحقش منك البرونزيه، لا يستحق ما هو اكثر كمان، ولكن اذا اكتفينا بالمره دي ان احنا نلعب على البرونزيه بس، فحققوها لجمهوركم، حققوها لناديكم، حققوها لتاريخكم، لان حاجات كتير جدا بيستناها جمهور النادي الاهلي من الفريق. يمكن الظروف كانت صعبه، ولكن وسط الظروف هتظل البرونزيه نقطة النور. ولكن يا أحمد، أعتقد كان في النهاردة بيان مهم جدا من النادي الأهلي على نقاط كتير كنا احنا بنتكلم فيها قبل البيان. اتكلمنا فيها كتير، وطبيعة الحالة أساسا الإعلام الرياضي حتى في الوطن العربي كله اتكلم فيها عن فكرة مدى عدم تكافؤ الفرص في بطولة كأس العالم للأندية، الظلم الواقع على النادي الأهلي من تعرض المواعيد. كان النهاردة وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمام الفيفا بيضع 4 نقاط مهمة جدا أمام الفيفا، وإن شاء الله
زي ما النادي الاهلي بيكون تاريخيا دائما وابدا مؤثر في تغيير لوائح وقوانين للافضل، تكون الجلسه دي ان شاء الله بدايه انطلاقه لكاس عالم مختلفه، لان النادي الاهلي كان عنده او مطالبه عادله، قال ان ما ينفعش يكون وجود بطل اوروبا وامريكا في ادوار متقدمه من البطوله وانا اجي العب البطوله من الدور الاول انا وبطل اسيا، وده كان كلام ايضا بطل اسيا. لكن خلينا في بيان النادي الاهلي لما اتكلم عن نقطه ثانيه، وهي فقدان 9 لاعبين دوليين من الاهلي بسبب تعارض البطولات، والاهم كمان نقطه لما تاخد انذار في المباراه الاولى وتاخد انذار في المباراه الثانيه فتغيب عن المباراه الثالثه، طب ما الفريق اللي جاي يلعب من الدور قبل النهائي ده اديت له افضليه بالظبط كده. وتوزيع الحكام الغير عادل، وده اتكلمنا فيه ايضا لان الموضوع غريب، يمكن ناس كثيره بتتكلم في حوارات جانبيه حصلت، يعني مش هنقول مسؤولين في الاتحاد الدولي، فين الحكم الارجنتيني ممكن مصاب. يكون مصاب، طب مصاب بايه؟ خير الحمد لله، الله اعلم. خير إن شاء الله. الموضوع غريب جدا، لكن اعتقد مهم جدا حتى للي جاي، وانت كمان مش بترفع ده، انا بشوف يا جماعه ان ده شان لا يخص النادي الاهلي بس، فين بقى الاتحاد الافريقي؟ لا ما هو الاتحاد الافريقي فاضي، مش فاضي الموضوع. طب الاتحاد المصري؟ لا يعني احنا من امتى بنسال الاسئله دي؟ يعني حاجه صعبه جدا. من امتى بنسال الاسئله دي؟ الاهلي بيحارب حروبه دي وحيده بس ده. انا متفائل، لان الاهلي في بدايه التسعينيات لما حصل مشاكل على دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي كان عنده بعض التحفظ على فكره السفر وعدم وجود موارد ماليه للبطوله القاريه والتحكيم الغير عادل وما شابه، كان جرس انذار للكاف وقدر بعد 3 أو 4 سنين يغير نظام ابطال الدوري وتحولت لنظام المجموعات ومحاوله جلب رعاه ويكون فيها مبالغ ماليه. فانا اعتقد كالعاده النادي الاهلي يكون دايما نواه للتغيير للافضل ان شاء الله. ان شاء الله يا اسامه، وباذن الله ان احنا اتكلمنا في ان وجود اللاعبين بنثق فيهم مش علي لطفي بس، عندنا محمد عبد المنعم، انا عايزه بكره يحط في اعتباره ان هو اذا كان بيواجه ايجالو ماريجا هو راجل واجه فينسنت ابو بكر اللي كان محدش بيوقفه في بطوله افريقيا، راجل موجود ضمن التشكيل الاساسي لمنتخب افريقيا في كاس الامم الافريقيه، يعني انت راجل كلاس ايه في المدافعين في افريقيا، يعني انت راجل تقدر تواجه اي مهاجم او تواجه اي هجوم او تواجه اي فريق. فاعتقد ان شاء الله زي ما عندنا غيابات كمان عندنا اشياء تخلينا نفسيا نقول ان شاء الله ان احنا حاضرين في مباراه باذن الله. محمد عبد المنعم اساسي في منتخب البطوله وده شيء يعني قوي بشكل كبير، لكن مش هنقدر طبعا نتغافل ان احنا عندنا 5 أو 6 عناصر اساسيه بتلعب مع النادي الاهلي الموسم بالكامل، ما ينفعش نقول ان الموضوع ده بسيط او سهل او لا يؤثر، اي لاعب بيغيب عن اي فريق بيؤثر بالتاكيد، لكن نتمنى ان الموجودين يكونوا على قدر المسؤوليه كعادتهم ويقدموا نموذج مشرف للنادي الاهلي. عندنا غايب كابتن محمد الشناوي، ما ادراك ما كابتن محمد الشناوي، اكرم توفيق، بدر بنون، بيرسي تاو، حتى كمان محمد مجدي قفشه، ايمن اشرف، 6 عناصر اساسيه، وعشان كده بقول ما اشبه الليله بالبارحه، كان غايب 6 أو 7 عناصر اساسيه امام نادي الزمالك في الدوري الموسم الماضي وقدرنا نفوز. نتمنى ان شاء الله تتكرر الامور ونقدر نفوز ويكون ايضا علي لطفي نجم المباراه او اي لاعب في النادي الاهلي نجم المباراه، المهم تتحقق الميداليه البرونزيه. عندنا العم بيتسو، كان محور حديث اليومين اللي فاتوا، وإذا تحدث بيتسو فعلينا أن ننصت، نشوف مستر بيتسو قال إيه. السلام عليكم. Yes, a big game again to play. تبقى مباراة واحدة فقط لنلعبها. أعتقد أن كأس العالم للأندية بالنسبة لنا أو بالنسبة لأي ناد يمثل أفريقيا تعد ملحمية، كذلك هو الحال بالنسبة لفريق الهلال، الفريق كبير بطل آسيا الذي نكن له الكثير من الاحترام. الشيء الجيد لنا أنه لا يزال لدينا ما نلعب من أجله، ميدالية ننافس عليها. نحن نأمل أن نهدي إفريقيا ميدالية كما فعلنا العام الماضي. بالطبع أردنا أن نفوز بميدالية مختلفة، لكن الوضع الحالي ألزمنا بالمنافسة على نفس الميدالية. يجب علينا أن نكون شاكرين لأنه لا زال لدينا تلك الفرصة، حيث أنه ليس كل الفرق في إفريقيا في آخر موسمين لديها نفس الفرصة التي لدينا. سنواجه فريقا أحرز 6 أهداف في هذه النسخة، سنواجه فريقا رائعا كما شاهده الجميع أمام تشيلسي. أعتقد أن الشوط الثاني كان رائعا وهذا أعطانا الفرصة أن نعمل باجتهاد أكبر، لأننا سنواجه فريقا رائعا. ولأكون صادقا، فالهلال ضد تشيلسي كان قادرا على بلوغ الوقت الإضافي وربما يفوز بالمباراة.
هذا يظهر لنا أن مستويات كرة القدم تتقارب جدا بين إفريقيا وآسيا، ولم يعد الأمر كما كان سابقا. بالنسبة لنا فواحدة من أفضل الأشياء التي قمنا بها أننا صححنا أخطاء الماضي أمام مونتيري، حيث لم تكن لدينا عنهم أي معلومات إلا أنه الفريق الذي هزمنا في السابق. في هذه المرة صححنا هذا الخطأ وحولنا معلوماتنا عن مونتيري الشيء جيد، حتى ضد بالميراس رغم أننا خسرنا ضدهم، لكن كما رأيتم لديهم فريق رائع، لكننا فزنا عليهم العام الماضي، فتاريخنا يقول إننا نتحسن وكنا على وشك بلوغ النهائي، لذلك سنبذل أقصى ما لدينا في هذه المباراة الصعبة. سنلعب ضد فريق كبير لديه لاعبون من بورتو ومن الدوري الإنجليزي، كل هذا يرينا قوة الهلال والقوة الشرائية لديه، لكن بالطبع لن نركز كثيرا على هذا الأمر حيث لدينا ثقة في أنفسنا وسنبذل أقصى ما لدينا. نحن بدأنا الشوط الثاني ضد بالميراس بشكل أفضل، كنا ثابتين وواثقين أكثر. إذا بدأنا المباراة بنفس الأداء الذي بدأنا به الشوط الثاني ضد بالميراس فسيكون لدينا فرصة أن نحرز شيئا، لأنها ليست مباراة سهلة. والشيء الجيد بخصوص هذه المباراة أنه فريق عربي هو من سيفوز بالميدالية، فهذا شيء جيد للشرق الأوسط أن يفوز فريق عربي بالميدالية البرونزية. You could see the quality that they have in their team. They're a good team. But last year we beat them. So our history is also coming up slowly as much as we're not really going to the finals. So. هكذا بيتسو يرصد، يفهم، يعرف، يحترم، ولكن لا يخاف. ده الكلام واضح، عارف كل حاجة عن الهلال، قوته الشرائية، رصد لاعبيه، ولكن قال كبرياء الأهلي. وأنا بقالي يومين أعول على شيء واحد فقط وهو كبرياء النادي الأهلي. إن شاء الله يجيد بيتسو موسيماني التعامل مع هذه المباراة كعادته إن شاء الله في التعامل مع المباريات الكبرى. تاريخ حافل منذ انضمامه للنادي الأهلي وقيادة الفريق في المواجهات الكبيرة، دايما حاضر، دايما موجود. نتمنى إن شاء الله في المواجهة الكبرى غدا يكون حاضر، يكون موجود، ويحقق إنجاز لم يسبقه أي مدير فني على الإطلاق بتحقيق ميداليتين برونزيتين للعام الثاني على التوالي. بس ده كلام بيتسو. عندنا كمان كلام كابتن الفريق رامي ربيعة في غياب طبعا الشناوي، كان حاضر المؤتمر الصحفي وكان عنده بعض التصريحات، نطلع نشوفها ونرجع نعقب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية يعني فرقتين، طبعا فرقتين محترمين جدا، فرقه الهلال وفريق المصري، طبعا الاهلي المصري، يعني كونها تبقى مباراه بس هي تبقى حاجه كبيره جدا بينا، انه نحاول نثبت نفسنا، نحاول نبين للناس ان احنا عندنا كره كويسه، واحنا اثبتنا ده اوريدي بالفعل. فريق الهلال فريق كبير، عمل مباراه كويسه زي ما كوتش قال، اثبت ان هو فريق كبير وهو اصلا فريق محترم. ده يبين يعني هي تبقى علاقة محترمة في الملعب بين البلدين قبل ما تكون مباراة، فالموضوع ده يخلينا ان احنا نبقى نظهر بشكل كويس، وان احنا كل فرقة تعمل اللي عليها، والمكسب ده بتاع ربنا، وربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي. طبعا كاريلو وبريرا كانوا معايا في سبورتنج لشبونة، فانا عارفهم شخصيا يعني، وبنتعامل مع بعض دايما، بنتكلم مع بعض، فدول اللاعبين اللي كانوا معايا من لما كنت في سبورتنج لشبونه يعني. فلا فريق الهلال فريق محترم زي ما كوتش قال. السعوديين طبعا في لعيبه كتير سالم، وفي لعيبه محترمه جدا 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 يعني في المستوى، يعني هيبقى ماتش زي ما قلت لك ماتش محترم، في لعيبه محترمه، نسبه للعالم ان في كره محترمه، ومع السيستم طبعا مع كوتش هنبدأ نعمل بتكتيك اللي احنا متعودين عليه، وان احنا نقدر نهاجم وندافع مع بعض، فيبقى الموضوع هيبقى مباراة تبقى قوية بالنسبة للهلال وبالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله. أنا في النادي الأهلي من وأنا عندي 8 سنين، تعودت إن أنا أثبت نفسي، وإن أنا ما اهتمش بقرارات يعني الموجود معايا أيا كان الكوتش، فكان احترام القرار واحترام ده بيديني دفعة إن أنا أدوس على نفسي أكتر، وإن أنا أركب نفسي الغلط، إن أنا أكيد في حاجة فيها غلط أو في حاجة في مستوية ناقصة، ده يديك الدفعة إن أنا أشتغل أكتر على نفسي وإن أنا أثبت نفسي. ورسالتي الناشئين إن هم يدوسوا على نفسهم، ما يفرقش معهم لعب أساسي لعب احتياطي بره القايمة، هو أنت شغلك لعيب كورة إنك تركز في الملعب بس، ما تركزش في الكلام الناس،
لو ركزت مع كلام الناس والسوشيال ميديا والحاجات دي مش يعني هتقع، لان كلام في كلام حلو هتسمعه وفي كلام وحش هتسمعه، ويعني بين الحاجتين بتبقى شعره كده صغيره اللاعب المفروض يحس بيها، ان يعني لما يعمل حاجه كويسه الناس هتشكر فيه جدا، لما يعمل حاجه وحشه بعديها بيومين الناس هتقول عليه كلام وحش جدا. فرسالتي ان ما حدش يسمع لحد، واشتغل واعمل لنفسك اسم واعمل لنفسك كارير في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكتر نادي بطولات، فانت ده هتقدر تحقق فيه بطولات وتقدر تحقق فيه ذاتك، لان اللعيب الصغير بيبقى عنده باور ان هو يثبت نفسه، وانا كنت لعيب صغير وكنت عايز اثبت نفسي. كان اول مباراه ليا في كاس عالم الانديه كانت في اليابان في 2012، كانت عندي 19 سنه ولا 18 سنه، فكنت انا صغير جدا وكنت بلعب اساسي. فبالنسبه لي انا كرساله ليهم، انا حضرت كاس العالم 3 مرات، وكانت اللي انا ما حضرتهاش السنه اللي فاتت دي كانت هتبقى الرابعه، بس الظروف وزي ما انت قلت كده ده نصيب، انك تشتغل على نفسك وتدوس على نفسك ما شاء الله. ثانك يو كوتش، وربنا كلل مجهودي ان انا خدت احسن لاعب في المباراه في مباراه مونتيري، فده احلى جايزه بصراحه بالنسبه لي ان انا دوست على نفسي، وربنا يكرم طبعا. وكلنا فرقه واحده، مش انا اللي خدت احسن لاعب، يبقى الفرقه كلها طبعا بمساعدتهم معايا، وكلهم كانوا رجاله في المباراه، وتكمل ان شاء الله بناخد كاس ثالث كاس عالم ان شاء الله. هو كل مباراه ليها حساباتها، وكل مباراه ليها تفكيرها، وكل مباراه ليها التكتيك بتاعها، فما فيش فرقه بتبقى اعلى من فرقه، وفي فرقه هو على حسب زي ما الكوتش قال، احنا كسبنا بالميرس السنه اللي فاتت وخسرنا منها السنه دي، وخسرنا من مونتيري مرتين في كاس العالم وكسبناها السنه دي، فما فيش فرقه اسمها كعبها عالي وفي فرقه كعبها واطي، هي الفكره كلها ان على حسب مودك وعلى حسب الحظ في الماتش، او على حسب اللي مركز اكتر في المباراه. بس لو مباراه اتكررت او في مباراه كذا مباراه، على حسب الفرقه داخله بتركيز عامله ازاي، فهي ما لهاش علاقه بفرقه اعلى من فرقه، هي فرقه مركزه، وفرقه ممكن تبقى التركيز بتاعها ممكن يبقى على مراحل، زي ما احنا دخلنا الماتش مش مركزين في الشوط الاولاني، او الماتش سرقنا شويه، او التركيز الزياده خلانا نبقى فاقدين شويه من تركيزنا، لان اوقات التركيز الزياده بيتاثر عليك بالسلب. فدي ما فيهاش كعب اعلى وكعب اوطى، دي فيها ان هو اللي حظه حلو واللي بيبقى مركز في الماتش هو اللي بياخد الماتش. انا عرفت ان الحكم بس هو اللي حكم لنا ماتش بالميرس، هو اللي هيبقى متواجد في المباراه برضو، ما عندناش تعليق طبعا، هو انك تركز في ماتشك وتركز في ادائك، لو انت كسبت او جبت جون هتبقى مش مركز في قراراته. ممكن الحكم اوقات كتير قوي بيبقى ضاغط عليك في قراراته ان بيحسب فاولات مش موجوده، بس مش دي الشماعه اللي احنا هنعلق عليها الاداء، لازم نكون احنا مقصرين، بس ما عنديش فكره ان هو هيتغير ولا لا، بس عارفين ان هو اللي هيبقى الحكم المباراه بكره ان شاء الله. كلام مهم جدا من كابتن الفريق رامي ربيعه في المؤتمر الصحفي، اتكلم عن نقط مهمه جدا، اتكلم ازاي بيقدر يدوس على نفسه، وازاي قدر يرجع ياخد افضل لاعب في المباراه امام مونتريه. اتمنى يكون اذا كان له نصيب ان هو يكون اساسي، يكون في قمه تركيزه ويقدم لنا اداء مباراه مونتريه، ان شاء الله يعني يكون الفريق جاهز وطريقه اللعب تكون المناسبه للنادي الاهلي، لان البعض من الاشقاء في السعوديه متخيلين ان ممكن النادي الاهلي او بيتسو موسيماني يلعب بطريقه او جيم مفتوح. انا اتوقع ان بيتسو موسيماني هيلعب على التحولات وهيجيد ده، واعتقد بيتسو بيجيد فن اداره المباريات الكبيره، نتمنى يستمر مع التوفيق في المباريات الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله يستمر التوفيق ويستمر التركيز وتستمر حلم النادي الاهلي نحو الحصول على البرونزيه الثانيه على التوالي، ويستمر معاكم الاهلي في المونديال وليالي الاهلي في المونديال، لسه الاخبار فيها مهمه ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد والاهلي في المونديال، وكعهدنا معاكم دايما دايما بنحطكم في قلب الحدث سواء في المكسيك، البرازيل، السعودية، فمعانا ناقد وكاتب صحفي في جريدة الرياضية السعودية الأستاذ أحمد الشمري. أهلا بيك يا فندم على شاشة قناة النادي الأهلي. يا أهلا فيك والساعة المباركة أخوي وحبيبي أستاذ محمد بارز، وأيضا أخوي العزيز أحمد أسامة، تشرفت فيكم حبيبي. أهلا بيك. الأهلي قناة زعيم افريقيا، زعيم وفخر العرب، وانا ما اجامل في الشيء هذا،
تاريخه هو اللي يحكي عنه قبل ما احكي انا. سعداء بوجودك اكيد، ونتشرف بوجود قامه صحفيه زي حضرتك نتعلم منها ونستفيد بيها، وجمهور النادي الاهلي كله يحب يسمعك النهارده. بالتاكيد، ويعني حابين تقول لنا بقى رايك في مباراه او مواجهه الغد بالتاكيد، وابرز العناوين اللي تناولتها الصحف السعوديه، وتعقيبا على مباراه الاشقاء غدا ان شاء الله، واحنا سميناهم هنا الكبيرين، كبير القوم في افريقيا وكبير القوم في اسيا، فحابين حضرتك بقى تحط مشاهدي قناه النادي الاهلي في قلب الحدث وتوقعاتك للمباراة. أمل، أنا أتشرف في وجودي ثاني مرة في قناة نادي الأهلي، قناتنا هذه أنا أسميها نادي الأهلي، ملك للجميع، الكيان العظيم. جمهور نادي الأهلي جمهور الراغي بأمانة، الجمهور المحترم هو السند بعد الله للكيان العظيم وإنجازاته. في الأمانة العناوين نفس ما تفضلتوا، الكبيرين يتواجهون، والكبيرين في بطوله عالميه، وهي اكبر بطوله، ثاني بطوله عفوا، في اكبر محفل دولي. انا تمنيت انه يكون النهائي، والله العظيم تمنيت انه يكون النهائي بين الاهلي والهلال، ولكن باذن الله مستقبلا لابد. انا عارفهم اثنينهم فيهم الخير والبركه، ودائما نتغنى فيهم في العز والكرام. فنادي الاهلي حصل مرتين على الثالث، والمفترض بالامانه انه هو اللي يكون صاحب اللقب. ونادي الهلال طبعا زعيم اسيا في 8 بطولات اسيويه في جميع مسمياته، فليس بالسهل للعلم يعني. ورغم غيابات متواجده في نادي الاهلي، صدقني ما راح يتاثر نادي الاهلي، الاهلي بمن حضر. نتمنى ان شاء الله. ولا انا غلطان بعد؟ لا طبعا الاهلي بمن حضر. الاهلي بمن حضر. طيب توقعات حضرتك للمباراه؟ انا اشوف والله، شوف توقعات للمباراه، اتمنى طبعا، انا قبل ما اتوقع استاذنكم بشغله، اخواني الاعزاء الاهلاويه، لا تاخذكم بعض من الجماهير الانديه الاخرى، او بالاصح بقول انا شوي ترى مشاغبه، الجماهير الانديه الصغيره وخوا عنها انت، بس هم لو ما فشلوا والله هم يتمنون يكونون مكانكم، بس هم ما قدروا يوصلون اللي وصلوا نادي الاهلي ولا نادي الهلال. فدائما الكبار هم مع بعض، فيقول لك المثل، هو مثل مصري، ها، الكبير يبقى كبير والنص نص، والصغير معروفوش، فانتم سيبكم من الصغيرين هذول. نتيجه المباراه، انا نتيجه المباراه صراحه اللي اشوفه على اللي قاعد يقدمه نادي الهلال، المستوى المبهر، عارف شلون؟ فاتوقع يعني الله اعلم ان تكون فرق هدف يعني 2-1 1-0، ما اعتقد انها راح تكون بعيده يعني، او اللي راح يفوز ما راح ياخذ اكثر من فرق جولين من الثاني، ان كان الهلال او الاهلي بصراحه. نتمناها اهلاويه ان شاء الله، ونتمنى الفوز للنادي الاهلي، ونتمنى الاهم ان تظل الروح العربيه بين جمهور الهلال وجمهور النادي الاهلي، هذه الروح والمحبه اللي بتجمعهم، ويكون احد الفريقين فاز بالبرونزيه والاخر فاز باحترام الجميع يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، ندخلها يعني متنافسين، نخرج منها اشقاء. اتفضل كلمه اخيره استاذ احمد، ورساله لجماهير الكبار سواء جماهير الاهلي او جماهير نادي الهلال عن الروح الرياضيه. بالامانه اولا اشكركم، وانا تشرفت اني اكون مداخلتي في قناه كبير القاره الافريقيه والزعيم الاهلي، اقول لهم الاخلاق الرياضيه اللي تعلمناها من اول، ولولا انتم ما انتم كبار ما شجعت ولا حبيت نادي الاهلي، وايضا على جمهور نادي الهلال نفس الشيء. الله عليك. فاتمنى ان دائما خاصه في التواصل الاجتماعي تكون الروح الرياضيه، ونبارك لبعضنا، من اللي يفوز ترى الجميع فايز، ما حد خسران. صحيح. ثقوا بالله. ما حد خسران. صحيح. انا قلتها في اول بدايه مداخلتي معاكم بكل اختصار. انتم لو ما انتم كبار
ما وصلت لهذا المستوى الذي يبحث عنه الأندية اللي خبرتهم، فهم من الحرة والغيرة قاعد يسوون السوالف هذا، لا تسمعون لهم. الله يوفقهم إن شاء الله، الله يحفظ أم الدنيا. متشكرين لحضرتك، متشكرين لحضرتك والشعب وحكومة، الله يشكرك. ومداخلة أسرتنا أفادتنا كتير جدا، ومصر دائما في عيون الأشقاء العرب، وده اللي احنا بنحافظ عليه. الجميع يتغنى بحب مصر يا أسامة، والمشاعر جميلة جدا. يمكن كان بيجمعنا الصديق وائل إمام مع كتير جدا من القامات السعودية، وتشوف حجم التقدير للنادي الأهلي وتاريخه والحفاوة، وعارفين يعني ايه كبير أفريقيا، وهم بيتكلم على الهلال بكل فخر، في كل كلمة لازم كمان يتكلم عن الأهلي، وكمان احنا كنا بنبادلهم الحب للهلال، وده الأهم يا جماعة والله، وده اللي بيبقى مشاعر التقدير والاحترام. وبحب جدا انك تقابل منافس قوي وله تقاليده زي الهلال، في الحالتين كسبت خسرت هتبقى بتحترمه يا اسامه. بالتاكيد، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، ويمكن اسرانا الاستاذ احمد واتكلم عن فكره الروح الرياضيه، وتحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، واتكلم بشكل عن كبير افريقيا وكبير اسيا، فريق الهلال وفريق النادي الاهلي طبعا كبير افريقيا. نتمنى ان شاء الله تكون المباراه في اطار من الروح الرياضيه. وهو قال جملة مهمة جدا، قال لو ما كانوش الفريقين كبار ما كانوش وصلوا للمرحلة اللي زي دي. طبعا كل التقدير والاحترام للأندية المتنافسة سواء داخل قارة أفريقيا أو داخل قارة آسيا، ولكن في النهاية تبقى الأرض المشتركة، ودايما بنقول أن الرياضة وكرة القدم لابد أن تجمع لا تفرق، وده الرسالة دايما اللي احنا متبنيينها، ومش هنسمح أبدا لأي أخطاء حصلت في الماضي إنها تتكرر مرة أخرى. وبالتوفيق بالتأكيد للنادي الأهلي غدا أمام الشقيق الهلال السعودي. فايز هنقول له مبروك، ونتمنى نقول مبروك للنادي الأهلي، والخاسر هنقول له هارد لك وتتعور في بطولات أخرى. إن شاء الله يكون النادي الأهلي صاحب الميدالية البرونزية. كنا نداعب الأشقاء في السعودية إن هم ما فازوش بالبرونزية قبل كده، وبيقولوا أنت عندكم اتنين. قلنا هنفوز بالبرونزية ونديها لكم أنتوا تحتفظوا بيها، ولكن تبقى مشاعر الحب، ويبقى الأهلي في المونديال، وتبقى رحلة كنا معاكم فيها، في رحلة مهمة جدا للأهلي في المونديال. إن شاء الله نشوفكم والأهلي محقق البرونزية. سلام يا رب.